اتكلم على الموضوع يعني باستفاضته، عشان بس لو في حد من الزملاء شغال يبقى احنا راجعنا مع بعض، ولو في حد لسه الموضوع جديد عليه يبقى احنا يعني شرحنا الموضوع بتفاصيله وهكذا. فلو حد من الزملاء الكلام بالنسبة له هو عارفه كويس فاحنا بنراجع مع بعض، ولو حد من الزملاء الكلام جديد عليه فاحنا بنتعلم مع بعض، وبالتبعية يعني إن شاء الله يبقى مفيد لكل الناس. تعالوا كده نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. أي هوب إنه يبقى السكرين اللي أنا عملت لها شير دي متشافة عند حضرتك. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. مبدئيا كده اهوت يا دكاتره، البروستاتيك فالفز، انا طبعا بتكلم على البروسيسز. البروستاتيك فالفز مينلي هي الموضوع الرئيسي اللي يهمني، يعني مش بتكلم على باقي الانتراكارديال ديفايسز. يعني ما تجيش تقول لي اصل عيان كان عنده اي اس دي ومركب كلوجر ديفايس، عيان كان عنده في اس دي وكان معمول له باتشه، مش ده موضوعي النهارده. انا موضوعي البروستاتيك فالفز. فتعالوا كده نشوف البروستاتيك فالفز انواعها وتفاصيل عنها شويه ونراجع الموضوع مع بعض. البروسيسز يا دكاتره لو تيجوا تبصوا كده اهوت على مشاكل الفالف ليجنز هتلاقوه موضوع من المكتوب عنه عنوان نادر شويه في كتب الكارديولوجي. مكتوب عنه حاجه اسمها ناتشرال هيستوري. يعني ايه ناتشرال هيستوري؟ يعني العيان ده من غير اي تدخل مننا لو سبناه خالص الموضوع هيوصل لفين؟ عيان عنده فالف ليجنز سواء استينوزيس او ريجيرج بدون اي تدخل مننا خالص الموضوع هيوصل لحد فين؟ ده تلاقيه بس في حالات الفالف ليجنز، وتلاقيه كمان في الحالات بتاعت الايه؟ الشنت ليجنز، الفي اس دي والاي اس دي وهكذا. كويس؟ ليه بقى؟ لانه دول ما كانش فيه بايدينا حاجه، زي ما انت شايف هو ميكانيكال ليجن، واخد بالك؟ يعني هو يا اما ستينوزس في سده في طريق البلد، يا اما ريجيرج البلد بيروح في اتجاه بيرجع في اتجاه تاني، مشاكل ميكانيكال، وزي ما انت شايف كده ابلكيشنز مش هتقدر تعالج الموضوع بشكل نهائي. الحاجه الثانيه كمان انه في عندك الشنت ليجنز، ما هو برضه ديفكت حصل في سبتم، زي ما انت شايف دي حاجه ميكانيكال، صح الكلام؟ وبالتبعيه التعامل معاها للاسف الشديد الميديكيشنز مش نهايه المطاف. الميديكيشنز هي حاله من حالات الايه؟ المؤقت لحد ما نشوف فيما بعد اذا كان هيبقى في حل بديل. الحل البديل ده ما كانش موجود زمان، فما كانش موجود غير ايه؟ غير بس الميديكيشنز والفولو اب اوف ذا كيس. عشان كده كان في عنوان غريب موجود في الشابترز دي، لما تيجي تذاكر تلاقي حاجه اسمها ناتشرال هيستوري، العيان هيكمل لوحده من غير اي تدخل جراحي مننا هيوصل لحد فين. ثم في تقريبا في الستينات 1900 كام و50 60 بدأت الفكره تطلع انه طب ايه رأيكم لو الصمامات اللي فيها مشاكل دي نقدر نغيرها؟ وبدأت في امريكا، كان راجل جراح امريكاني، ده على حسب التاريخ المكتوب لان الله اعلم، يعني في بعض الكتابات بقى في حقب تاريخيه قديمه، مصر القديمه وبابل القديمه وبتاع، فيها كتابات عن جراحات كانت بتتعمل، لكن انا بتكلم على التاريخ يعني المدرج دلوقتي. تقريبا في الستينات كده كام و60 كان في واحد في امريكا حصل حادثه وبعدين فيها كاردياك ووند، فبعدين الجراح شاف المايترال وشاف المايترال ليجن وهو موجود وشاف الفايبروزيس وهكذا، فالراجل اتجرأ بصراحه وحط صباعه ما بين المايترال فالف ليفلتس في محاوله لانه يقطع الفايبرس ادهيجنز دي قد يؤدي إلى تحسن في الصمام، وفعليا يفاجئوا بأن ده بعد كده يحسن جدا وظيفة الصمام، والعيان عموما يتحسن ونفسه يتحسن والفانكشن بتاعته تتحسن وهكذا. وبالتبعية يا دكاترة بدأت الفكرة إنه طب إحنا بقى ليه نسيب العيان في إيه؟ في قصة المعاناة بتاعته دي، طب ما إحنا نحاول إن إحنا نغير الصمامات خالص. وبدأت الفكرة عن طريق ميكانيكال فالفز. الميكانيكال فالف زي ما انت شايف او زي ما انت هتشوف يعني هو فكره هندسيه 100%، ده صمام كان موجود في مكن خدناه من مكن وركبناه في بني ادم. اي ميكانيكال فالف يا دكاتره هو مكون من جزئين، مكون من جزئين. الجزء الاولاني بنسميه ريتينر، ده اللي بيريتين الصمام في مكانه، ده اللي بيتاخد فيه غرز وبيثبت الصمام في مكانه، وده اللي بنسميه ريتينر.
وفي جزء تاني دكاترة بنسميه اوكلودر. الاوكلودر هو الشيء اللي هيتحط هنا في النص بحيث ان هو يشتغل كليفلتس فيقفل ويفتح. يبقى في عندنا جزء اسمه ريتينر وفي عندنا جزء اسمه اوكلودر. اول ميكانيكال فالف خالص، بص كده، لو ده الهارت فايه راي حضرتك لو انا شلت المايترال فالف خالص يا دكتور ورحت ركبت هنا ميتاليك رينج؟ كويس. وبعدين الميتاليك رينج دي مصنوعه من معدن، وبعدين حطينا هنا كوره. الكوره دي مصنوعه من مواد بلاستيكيه واشباه من البلاستيك. فالليفت فنتركل لما يريلاكس الضغط جواه يقل، فالكوره دي تنزل لتحت، وبالتبعيه الاوبننج بتاعت الرينج تتفتح، فالبلاد يقدر يعدي من خلالها بسهوله. طب لما الليفت فنتركل يكونتراكت الضغط جواه يزيد فيزق الكوره دي لفوق فتقفل الرينج. طب كلام جميل جدا، شكله كويس، بس ايه راي حضرتك بقى انه لما الليفت فنتركل يريلاكس الكوره دي هتنزل جوه الليفت فنتركل خالص كده، يعني تقع كده؟ طب ما هو لو نزلت جوه الليفت فنتريكولار كافيتي ممكن تتضخ جوه الاورطه وتعمل اورتيك اوبستراكشن ومشكله. وبالتبعيه راحوا حاطين هذا الكيج عباره عن ايه؟ قطع معدنيه كده بحيث ان هي تشتغل كباسكت حوالين هذه الكوره، بحيث ان الكوره لما تقع صحيح الرنج تتفتح، بس كمان الكوره ما وقعتش في الليفت فنتريكولار كافيتي انما نزلت جوه الباسكت ده. وده كان اول صمام خالص وتسمى بول اند كيج، بول اند كيج. الكيج طبعا هو الجزء المعدني ده، والبول طبعا هو الجزء البلاستيكي اللي جوه ده. واضح ان هو حاجه قديمه قوي، حاجه احتمالات ان احنا نشوفها قليله شويه في الايام اللي احنا فيها، الا لو بقى عيان إلدرلي ومركبها من سنين طويله جدا وهكذا. مشكلته ايه؟ زي ما انت شايف ان هو حجمه كبير جدا، وبالتبعيه الوزن بتاعه تقيل من ناحية، من ناحية كورة بتتحرك جوه الليفت فنتركل فبتعمل صوت عالي قوي بيضايق المرضى. من ناحية زي ما انت شايف كده ميتال كتير قوي، والميتال ده ثرومبوجينيك، بليتلتس تتلزق عليه وتبدأ تعمل بليتلت اجريجيشن وتبدأ تعمل ثرومبس فورميشن، وبالتبعية كان هايلي ثرومبوجينيك. فبدأت الفكرة تتطور شوية، ليه نفضل عاملين بولان كيج؟ ما احنا نطور الفكرة وبعدين نعمل رينج بس، مش عايزين باسكت ولا حاجة، احنا عايزين رينج بس، ميتاليك رينج. وبدل ما كانت كورة لا هنحط الأوكلودر جواه عبارة عن ديسك، ديسك مبطط كويس، ونمسك الديسك ده بمفصلتين كده، يبقى بمنظر جانبي هيكون الرينج اهي كويس، رينج ميتاليك رينج، وبعدين في عندنا ادي الديسك ممسوك كده بمفصلتين، يفتح ويقفل يفتح ويقفل. وبالتبعيه يا دكاتره ده المنظر اللي عندنا. يبقى انا عندي كده هو المنظر ده اللي هنسميه بقى تيلتنج ديسك. تيلتنج ديسك برضو التيلتنج ديسك له مشاكله. اولا هو ديسك واحد بس، وبالتبعيه برضو احتمالات ان الحروف بتاعته تكسر في الار بي سيز مش قليله، فبيعمل مع الوقت شويه انيميا. كمان برضو المفصلات بتاعته ما كانتش الحركة بتاعتها سموث، يعني كان صوته عالي قوي، وبالتبعية كان له مشاكله في الصوت، وله مشاكله في الأنيميا اللي بيعملها، وله مشاكله في الثرومبوجينيسيتي كذلك، يعني مش أحسن حاجة برضو في القصة إن هو تتلزق عليه البليتلتس وهكذا. وبالتبعية بدأت الفكرة تتطور شوية، طب ما نروح لحاجة مور فيزيولوجيكال. وبالتبعية يا جماعة بدأ يتعمل الصمام اللي احنا بقى بنستعمله بشكل واضح الأيام دي. لا زالت رنج واحدة كويس، بس الرنج دي اتحط جواها اتنين ديسكس وليس ديسك واحد بس، وكل واحد زي ما انت شايف عبارة عن نص دايرة. الله، ده بقى يبقى بايليفليت فالف، والبايليفليت فالف زي ما انت شايف كده ممسوك بمفصلتين، وبعدين ادي ميتاليك رنج، وبعدين المفصلتين دول يفتحوا ويقفلوا. بمنظر جانبي يا دكتور تلاقي ادي الصمام اهو، ادي الرينج صح، وبعدين ادي الليفلتس، ادي واحده وادي التانيه، وهم كده في مكانهم قافلين. طب لما يفتحوا يبقى الصمام عامل كده، ادي الرينج وادي ليفلت اتقلبت كده، والليفلت دي اتقلبت كده، برضو بمسوكه كل واحده بمفصلات بحيث ان هي تفتح وتقفل. ولذلك الكلمه الشهيره بتاعت ان هم قافلين تقريبا عاملين منظر سبعه بالعربي، وهم فاتحين عاملين شكل 11، يقفل ويفتح الرنج، يقفل ويفتح وهكذا.
زي ما انت شايف ايا كان الموديل اللي احنا بنتعامل معاه، سواء البولن كيج which is historical وما عادش دلوقتي بيستعمل، سواء التيلتنج ديسك which also not used nowadays، اللي بيستعمل بشكل واضح الايام دي هو يا جماعه مين؟ الباي ليفلت فالف، ده اللي بيستعمل بشكل واضح الايام اللي احنا فيها دي. طبعا اتطورت الفكره، فبدل ما كان الريتينر ده هو بيتعمل من معدن وخلاص، لا بدا يتعمل من بولي كاربونز، الياف كربونيه، بحيث ان هي تبقى قويه جدا، متغلف ببوليستر بحيث ان هو يبقى ناعم جدا، فالثرومبوجينيسيتي تقل. كمان الليفلتس يا دكاتره بدات تبقى مصنعه من ميتاليك الوي، سبائك معدنيه مش مجرد معدن عادي، انما سبائك معدنيه فيري سموث، بحيث ان ما يحصلش عليها ثرومبوجينيسيتي بشكل كبير. انا بقول ما يحصلش ثرومبوجينيسيتي بشكل كبير، مش ما يحصلش خالص، يعني هي ستيل ثرومبوجينيك، لكنها اقل بكتير من الموديلات الاقدم. زي ما انت شايف كده الميكانيكال فالفز بشكلها المختلف ليها مزايا عظيمه جدا وليها عيوب خطيره جدا. مزاياها العظيمه جدا يا دكاتره ان هم ايه؟ اولا ان هم ديورابل، ده معدن، فما فيش بقى ديورابيلتي احلى من كده، تعيش لها تقريبا 20 سنه متوسط اللايف تايم بتاعتها، ف 20 سنه ده وقت كويس جدا. لكن قصاد كده زي ما انت شايف كونهم مصنعين من ميتاليك الويز وبولي كاربونز وبتاع، فيعني للاسف الشديد ثرومبوجينيك، لا زال ثرومبوجينيك. وثرومبوجينيك اذا انا محتاج يعني انتي كواجلانتس فور لايف، كنا زمان نقول انه لازم الورفرين فقط، يعني لازم بس الورفرين، لكن مؤخرا بعد ما الجايد لاينز حصل فيها تعديل بقى ممكن ندي النواكس، حاجات من النوفل انتي كواجلانتس تقدر تناسبنا ونقدر نستعملها، زي مثلا ايه، عموما الحاجات النوفل كلها الاليكوز والحاجات دي نقدر نستعملها بشكل كويس. طب كلام جميل، اذا كونه ثرومبوجينيك فالعيان هيمشي على انتي كواجيليشن فور لايف، دي حاجه مش لطيفه. المشكله الثانيه الاخيره متعلقه بانه معدن، برضه كونه معدن فديورابل، بس كونه معدن يبقى ثرومبوجينيك وكمان نون الاستيك. كويس، تيجي تقول لي طب وانا عايز الالاستيسيتي في ايه يا دكتور؟ افهمك بقى، تعال نبص كده بقى على عيان في الميدل ايج، واحد عنده 40 سنه، واحد عنده 50 سنه، وعنده فالف افكتد ومحتاج يتغير الصمام. فطبعا بيبقى الحاجه الانسب للمريض ده هو مين؟ هو الميكانيكال فالف، لانه عمره طويل هيقدر يتحمل فتره زمنيه طويله، والعيان ده هو هيعيش بفانكشنال كباسيتي كويسه، وبالتبعيه بنركب له صحيح الميكانيكال فالف، بس قصاد كده لازم يمشي فور لايف على انتي كواجيليشن ثيرابي. طب افرض بقى يعني ايج اكبر من كده، elderly patient في السبعينات مثلا ومحتاج فالف ريبليسمنت، الادهرنس تو ذا ميديكال ثيرابي ان ساتش ايج بيبقى قليل شويه، فتلاقي انه البيشنت يلتزم بانه ياخد الانتي كواجلانت اون ديلي بيزس صعبه شويه. ده غير كمان انه البليدنج تندنسي عند الالدرلي بوبيوليشن بيبقى عالي، فممكن جدا العيان يجي لك ببليدنج والدنيا تبوظ، او ينسى الادويه وبالتبعيه يجي لك للاسف الشديد بستاك فالف. فهما دول المشكلتين اللي بيواجهوا دايما الميكانيكال في الالدرلي، انه ياخد الميديكيشنز بشكل مبالغ فيه شويه، يعني يزود الدوز من غير ما يقصد، ينسى انه خد القرص وياخده تاني، والاخر يجي لك ببليدنج امرجنسي سيتويشن، يا اما يجي لك بايه؟ يا اما يجي لك للاسف نسي الاقراص ويجي لك بستاك فالف. المشكله كمان التانيه انه زي ما اتفقنا معدن فنان الاستيك، عايز تقول ايه؟ عايز اقول لك انه غير مناسب للادوليسنس، حد عنده 13 14 15 سنه، ما هو لسه هيحصل بادي ديفلوبمنت والكاردياك دايمنشنز هتتغير بالايج، وبالتبعيه الفالفلر دايمنشنز كمان محتاجه يبقى فيها شويه الاستيسيتي عشان تتغير مع الايج. والا يا دكتور لو فضلت الكاردياك ديفلوبمنت عايز يحصل والفالف حته معدن لا تتطور، للاسف الشديد ده هو هيعمل ميس ماتش بعد فتره قريبه، وهيحصل ريلاتيف ستينوزيس بعد فتره قريبه، ويبقى الفالف ضيق بالنسبه للكاردياك دايمنشنز والبادي نيدز، وبالتبعيه غير مناسب لليونج ايج. يبقى اذا هو ده افضل فالف يمكن للميدل ايج بوبيوليشن، لكنه للالدرلي مش مناسب عشان البليدنج تندنسي وعشان الثرومبوجينيسيتي، ولليانج ادلتس او الادولسنتس يعني مش انسب حاجه عشان ما هوش الاستيك. فده اللي خلانا نفكر في نوع تاني من الصمامات، نوع
اللي بنسميه بقى بيولوجيكال فالف، تيشو فالف، او بايو بروسيسز فالف. البايو بروستاتيك هو ايه بقى؟ البايو بروستاتيك ده البايو بروسيسز سيمبلي، احنا جبنا تيشو، وهذا التيشو يا جماعه جبناه اوف نون هيومن اوريجين، يعني احنا جبنا تيشوز من انيمالز. جبناها منين يعني؟ والله يا دكاتره جبناها من بورك وبوفاين. لما افكر معايا، يعني انا دلوقتي عايز اجيب حته تيشو اركبها في بني ادم، وهجيبها منين؟ هجيبها يعني من انيمال، من انيمال اوريجين، ما هو ده التيشو اللي قدامي اكيد. يعني يا دكتور مش هجري ورا اسد في الغابه عشان اجيب الصمام بتاعه، ان لوجيك. فبندور على الحيوانات المستانسه، حيوانات المزرعه، ولذلك فكروا في البورك والبوفاين. البورك اللي هو الخنزير بياخدوا الفالفز بتاعته. الخنزير حيوان مستانس في دول كتير، وبعدين يعني في الدول اللي هي غير إسلامية بيربوه بشكل واضح وبيستعملوه كحيوان دوميستيك يعني. فالتيشوز بتاعته متاحة، فبالتبعية بياخدوا الفالفز بتاعته ويعالجوها بشكل بحيث إنه يقللوا الأنتيجينيسيتي بتاعتها، ثم تتركب لبني آدم. البوفاين لأن المقاسات بتاعته كبيرة شوية، يعني البورك المقاس بتاعه أقرب شوية للهيومن هارت، لكن البوفاين كاردياك دايمنشنز كبيرة شوية، ولذلك يعني لا تستعمل الفالف ذات نفسه، وانما بياخدوا البريكارديوم بتاع البوفاين بيعيد تفريغ ما يتناسب مع التيشو، والجراح انتر اوبريتيف بيتيلور الصمام، بيفصله حقيقة بشكل يتناسب مع البيشنت. دلوقتي طبعا الشركات تدخلت في الموقف وبدأت تعمل ايه؟ بدأت تعمل هيكل مصنع من السيليكون يبقى اذا كده يا جماعه في جزء بيولوجيكال اللي هو التيشوز اللي اتجابت من الايه؟ من الانيمال، وفي جزء بروستيك اللي هو الهيكل العمل اتعمل، ولكنه مش بروستيك معدني، ده برضو مجرد حاجات ايه؟ اشباه من السيليكون. وبقى يجي الصمام بمقاسات جاهزه عشان يبقى المسؤوليه والعبء على الجراح اخف شويه، وان الجراح كده مش مطلوب منه يعني يفصل الصمام انتر اوبرتيف. على كده احنا حققنا منفع كبير جدا، ان ركبنا تيشو، وهذا التيشو يا جماعه نون ثرومبوجينيك، نون ثرومبوجينيك، وبالتبعيه العيان بيمشي على ايه؟ بيمشي على انتي كواجلانس وانتي بليتليت يا دوب 3 شهور بعد الجراحه وخلاص، مش محتاجين انتي كواجلانس بعد كده، نون ثرومبوجينيك، لكنه في كمان الاستيك، ده تيشو يا باشا. وهذا التيشو كمان راكب على ايه؟ على حاجات زي السيليكون، فكلها مرنه، اذا ستريتشبل. تمام كده؟ اذا الصمام ده ينفع بشده للناس اللي هم عندهم مشاكل مع الميكانيكال فالف، الناس اللي هم الالدرلي شويه او الناس اليونج ايج شويه. صح كده؟ مشكلته ان هو للاسف الشديد الديورابيلتي بتاعته مش عاليه قوي، يعني نون ديورابل، هي دي المشكله. الديورابيلتي بتاعته لانه تيشو في الاخر ونون هيومن تيشو، وانت خدته من كان ليفنج انيمال اصلا وركبته في بني ادم، فهو اللايف اكسبكتنسي بتاعته اباوت 10 ييرز ماكسيمم. يعني اذا كان الميكانيكال فالف ممكن يعيش اكتر من 20 سنه ويوصل لاكتر من كده كمان، البايو بروستاتيك فالف للاسف بالكتير 10 سنين، معظمهم من 8 ل 10 سنين، وحتى الجايد لاينز تقول لك بعد اول 10 سنين لازم يتعمل له في ييرلي فولو اب، لان في اي وقت للاسف ممكن الايه البيولوجيكال فالف ده من التير اند وير يعني يحصل فيه مال فانكشن. طيب اذا هو مناسب لليانج ادلتس، بس احنا بنفهم اهاليهم ان يا بابا بنتك صحيح عندها 16 سنه، احنا مش هنركب لها ميكانيكال فالف، هنركب لها البيولوجيكال فالف، مش محتاجه بقى انتي كواجلانس بوجع القلب اللي وراها، مش هيحصل بليدنج مع المنسز ان شاء الله، مش ما فيش التراديشنسيتي بتاعت مثلا عقار زي الوارفرين، فهتقدر ان هي تتجوز من غير مشاكل، تحمل من غير مشاكل، لكن احنا بنتكلم انه في خلال 10 سنين هنعيد الجراحه تاني، فبنقول لاهل البيشنت ده ان احنا هنريده في خلال 10 سنين، اراوند 10 سنين، لو زادت عن 10 سنين هتبقى فتره مش كبيره، لو قلت عن 10 سنين فتره مش كبيره. تمام؟ فيعني بنفهم اهاليهم ان يا جماعه ده مش نهايه المطاف، ده فتره مؤقته. اما بالنسبه للالدرلي بوبيوليشن فهو مناسب جدا للناس بقى زي ما اتفقنا، الالدرلي اللي عندهم ايه؟ البليدنج تندنسي والنون ادهيرنس تو ميديكال ثيرابي اند سو.
ولكن طلع لنا كاتيجوري من الالدرلي بوبيوليشن حتى البايو بروستيتك مش مناسب معاهم، لان هم انفيت فور سيرجري، يعني عنده مشاكل في الاورتيك فالف ولكنه لا يستطيع تحمل عبء الجراحه، ما ينفعش نعرضه للتخدير، مش هيقدر يقعد فتره طويله وهكذا. وبالتبعيه يا دكاتره كان لازم ندور على شيء بديل، وهنا ياتي دور الستنت فالف. الستنت فالف طبعا الستنت فالف اللي هو احنا بنركبه في الاورطه تافي، وده شغلنا احنا ككارديولوجيست مش الجراح، وان كان زي ما انتم كلكم عارفين هو ما يبقاش كارديولوجيست لوحده، بيبقى فيه تيم من الكارديولوجي ومن الانكاردياك انستيزيا ومن الكاردياك سيرجنز كمان، روم متعقم على جنب احتياطي لان الموضوع ممكن يحتاج جراحه في اي وقت. التافي يا جماعه هو عباره عن ستنت بس حجمها كبير شويه، ستنت زي اللي بتتركب في الكورونريز عادي خالص، ستنت بس كبيره شويه. وبعدين الستنت دي لما بتتنفخ بيبقى شكلها عامل كده، وفي جواها طبعا الفالف ليفلتس، فالفالف ليفلتس كانت كراشد انسايد ذس ستنت. لما بتتنفخ الستنت وتتفرد، الليفلتس كمان بتبدأ تتفرد وتبدأ تشتغل كصمام. طب بنستعمله ازاي الستنت فالف؟ والله بص يا دكتور، لو ده الهارت كده وادي الاورطه، فاحنا بنحط الاستنتا دي في المنطقه بتاعه الاورطه بالال في او تي في المنطقه دي كده. كويس. وبالتبعيه يا دكتور زي ما انت شايف هي اتزرعت الاستنتا في المنطقه دي، فالنيتف اورتيك فالف ليفلتس بيتفعصوا على الاجناب، يحصل لهم كراشنج تو ذا سايدز، وبعدين الليفلتس بقى بتاعه الصمام المفروده دي هي اللي بتبدا تشتغل. طبعا التكنيك من سنين كان صعب شويه، وكانت الناس مستصعبه ليه؟ لان في بعض المشاكل انت بتنفخ ستنت في الاورتيك روت في منبع الكورونريز، فممكن يحصل مشاكل في الكورونري ارتريز تتقفل من بابها يعني. كمان انت بتنفخ شيء جوه الاورطه فممكن يحصل اورتيك دايسكشن، صح كده؟ ممكن يحصل رابشر، فكلها كانت مشاكل يتخاف منها. مع الوقت ومع انه الحمد لله بقى بيتعمل في مصر بشكل كويس وبيتعمل بشكل متكرر، يمكن مستشفى مدينة نصر تأمين صحي عاملة في سنة 2022 عاملين تقريبا 100 حالة تافي، المقطم تأمين صحي في سنة 22 عاملين تقريبا 50 حالة تافي، فأقصد أقول إن بقى بيتعمل في مصر بشكل يعني مش بطال، وأظن في بقية الدول اللي حوالينا برضو بقى بيتعمل، وبقى في تيمز كويسة متمرنة عليه بشكل كويس وبيحاول نتائج ممتازة. إذا التافي ما هو إلا عبارة عن ستنت فالف بيتزرع في منطقة الأورتيك روت، زي ما أنت شايف يا دكتور هو ستنت بس وجواها ليفلتس برضه مصنعة من ماتيريالز شبيهة بالسيليكون، معنى كده إن هو نون ثرومبوجينيك، معنى كده إنه العيان ده يا جماعة مش هياخد أنتي كواجيليشن، ده هياخد بس أنتي بليتلت ثيرابي وخلاص، فاهمني إزاي؟ إذا هو نون ثرومبوجينيك. آدي شيء جميل خالص. ومن غير جراحة، فهو سيوتابل للعيانين اللي هم unfit for surgery. يبقى لو elderly patient راجل عنده 60 70 سنة بس اللايف اكسبكتنسي بتاعته كويسة، يعني ما فيش debilitating disease، راجل عنده 70 سنة صحيح بس راجل ربنا يديله الصحة، ما فيش كانسر، ها ما فيش ليفر ديزيز، الكيدني بتاعته function accepted، الكاردياك function مشكلتها بقى في الفالف ده، اسيبه عايش الشويه اللي باقيين من عمره بيعاني، خاصه زي ما انت شايف كده ان الشويه اللي باقيين من عمره متوقع ان شاء الله ان هو يعني ربنا يديله الصحه يعيش كل واحد، صح الكلام؟ فمش هسيبه يعاني، يبقى ساعتها التافي حل مثالي جدا لو هو انفيت فور سيرجري. طب كلام جميل. زي ما انت شايف الستنت بوضعها بشكلها بالهندسه بتاعتها صعب شويه تتزرع مكان المايترال، لان المايترال اناتومي ما هوش تيوبولار اناتومي شبه مين؟ شبه الاورطه. وبالتبعية زي ما انت شايف المايترال انيولس المايترال ليفلتس مش سهل قوي ان احنا نركب ستنتات، عشان كده الموضوع صعب شوية في المايترال وفي محاولات لحد دلوقتي. اخر نوع من البروسيسز يا جماعة اللي هو اسمه ايه بقى، اللي هو الجرافت. الجرافت والجرافت على انواع، يا اما اوتو جرافت يا اما هومو جرافت يا اما هيتيرو جرافت. ايه الانواع المختلفه دي؟ اقول لحضرتك
الهيتيرو احنا عرفناه خلاص، هو نون هيومن تيشو بناخده بنركبه في هيومن، صح كده؟ اذا دي الهيتيروجرافت اللي هو البورك والبوفاين اللي هو الباي بروستيك اللي ناقشناه بشكل ايه تفصيلي من شويه. طيب كلام جميل. وات اباوت ذا هوموجرافت؟ الهوموجرافت هو احنا خدنا جرافته من هيومن ركبناها في هيومن. يعني انا بتكلم على ايه؟ بتكلم على فريش كاديفر. وده شيء زي ما انت شايف صعب جدا التوافر بتاعه. هتجيب منين الفريش كاديفر؟ هتجيبها منين دي؟ وبعدين لازم فريش كاديفر والكاردياك تيشوز بتاعته سليمه. والكاردياك تيشوز بتاعته سليمه، وكان هو موافق على التبرع بالانسجه او اهله وافقوا. وبعدين في تيم بتاع اورجان هارفستنج موجود، والتيم ده هيتعامل مع الاورجانز دي بشكل سليم وتتحفظ وتتنقل بسرعه وتروح لواحد تاني موجود على ويتنج ليست ما كانش راضي يعمل اي حاجه في البروسيديورز اللي فاتت ومستني هيومن تيشو. وفي تيم من الجراحين عارفين السكيل دي متمرنين عليها وبيعملوها. يعني انت فاهم قد ايه السيركمستانسز صعبه توافرها مع بعض يعني. فعشان كده هو شيء نادر في الدنيا كلها، اتعمل كم مره؟ يعني قليله جدا. ولكن لك ان تتخيل ان اول واحد يتعمل له هذا التكنيك كان راجل باسكت بول بلاير امريكاني كده مش فاكر اسمه ايه، يتعمل له هذا التكنيك يا دكاتره. ولك ان تتخيل انه ايه، يستعيد، اسمع الكلمه، يستعيد الفيزيكال اكتيفيتي بتاعته بشكل كامل. الراجل ده بيرجع اثليت تاني يا جماعه. الراجل ده بعد ما تركب له الهيومن تيشو جرافت رجع اثليت. انت فاهم؟ انت فاهم؟ مش رجع فيزيكالي اكتيف عادي، ده رجع اثليت يا جماعه. ده الناس اللي بنركب لهم اي فالف من الحاجات اللي فاتت بنقول لهم بقى يعني الفيزيكال اكتيفيتي ممكن تتغير شويه، هنحاول ان احنا نغير طبيعه، لو بتتمرن هنخليه تمرين بعبء ايه، لو تو مودريت، ما بلاش الفيجرس اكسرسايز، لو انت بتشتغل شغلانه فيها عمل بدني نقلله شويه. فاهمني ازاي؟ انما ده بقول لك رجع اثليت. فده يقول لك كلام كتير قوي عن جوده الهيومن تيشوز واختلافها الرائع عن بقيه النون هيومن تيشوز او حتى الميكانيكال بروسيسز يعني. بس زي ما انت شايف توفره صعب. وات اباوت ذا اوتوجرافت؟ الاوتوجرافت حاجه تانيه خالص. الاوتوجرافت بقى ده فالف هناخده من هيومن نركبه في هيومن، من نفس البني ادم نركبه له تاني. تقول لي ازاي يعني؟ اقول لك بص كده يا دكتور، يعني هو طبعا قصه جراحيه بعيده عن موضوعنا، لكن انا بس عشان لو قريتها ما تستغربش. بص كده، ادي بني ادم عنده البالمونري فالف تمام وزي الفل، وعنده الاورتك فالف في مشكله. فايه رايك لو خدنا البالمونري فالف ده بحته حواليه من البالمونري ارتري وجينا زرعناها هنا، استأصلنا الاورطه ده خالص وزرعنا البالمونري فالف مكان الاورتك فالف بس خلاص. تيجي تقول لي طب والكرونرز؟ اقول لك هنعمل لها ري امبلانتيشن. تيجي تقول لي طب والمنطقه بتاعه الجراحه هنا ممكن يحصل فيها دايسكشن وبتاع؟ اقول لك ما هو ده الفن بقى، ان الجراح يعرف يعمل الريسكشن ده بشكل سليم. تقول لي طب والبالمونري؟ اقول لك الجزء ده هنركبه في الجزء ده ونعمل لهم ريسكشن انستوموزس وخلاص. واللي بدع البروسيديور ده خواجه اسمه روس، واتسمى البروسيديور على اسمه روس بروسيديور، ان احنا هناخد البالمونري فالف اوف ذا بيشنت نركبه مكان الاورتيك فالف اوف ذا سيم بيشنت. وبالتبعيه العيان يتحسن كتير، لقوا ان العيانين فعلا اتحسنوا كتير، وتحسنوا اون ذا ليفت اسبكت. اه الحمد لله مشاكل الكورونريز بقوا السكيلز بتاعتهم زادت، فما عادش في مشاكل قوي في الري امبلانتيشن اوف ذا كورونريز، ما عادش مشاكل الدايسكشن وهكذا. لكن مع متابعه العيانين طبعا زي ما انت شايف البالمونري ارتري ما عادش فيه فالف، فبقى بيحصل ايه؟ بقى بيحصل سيفير بالمونري ريجيرج، ار في اوفرلود، ويحصل ار في فيلير اند سو اون. طيب وبعدين ده التكنيك ده كده مع الوقت مش احسن حاجه على الرايت سايد. بدأوا صحيح يعملوا بيرس سترينج سوتشرز بحيث ان هم يضيقوا المنطقه الجراحيه شويه، لكن يا دكتور زي ما انت شايف برضو مهما كان هيفضل الفي ريجيرج وهيفضل البالمونري تري كلها افكتد. فجه الخواجه اوزاكي طور التكنيك ده شويه، وعمل ايه الخواجه اوزاكي؟ قال يا جماعه طب احنا ليه بنعمل كده؟ ما احنا نسيب البالمونري فالف في مكانه خالص، وعندنا البريكارديوم، احنا عندنا في فيسرال بريكارديوم ده لازق على الهارت سيبك منه، لكن في عندنا البارايتال بريكارديوم لير من التشو كويسه خالص نقدر ناخد منها جزء ونعيد تشكيله وتفصيله على شكل اورتك فالف ليفلتس ونزرعه هنا مكان الاورتك فالف ويشتغل كتشو. وطبعا ده هيومن تشو،
فاللونجيفيتي بتاعته كلايف اكسبكتنسي افضل، نون ثرومبوجينيك، ديورابيليتي اعلى، وهكذا. وفعليا يتعمل هذا التكنيك يا جماعه، ويكتشف بقى روعه البريكارديوم ان هو فعليا. طب احنا ليه كنا بناخد البوفاين بريكارديوم؟ ما الهيومن بريكارديوم برضو البارايتال لاير دي نقدر ناخد منها حته، والجراحين يقدروا ان هم يفصلوها ويعملوا لها تيلرنج انترا اوبراتيف على شكل اورطه، ويزرعوها مكان الاورطه، والنتائج بتاعتها كويسه جدا. اتعملت في مصر؟ اه طبعا اتعملت في مصر، في تيم في القصر العيني شغال فيها بشكل كويس، في تيم في المنصوره عملوا كام حاله، يعني ناس كويسين جدا والنتائج هايله. ويمكن في بعض الزملاء لو حد معانا من هنا او هنا، يعني يقول لنا شاف حالات اتعملت هناك او ايه. فيعني الحمد لله انه التكنيك ده بدا يتعمل شويه، وبدات يبقى فيه تيمز سيرجيكال تيمز محترمه والنتائج كويسه. طيب كلام جميل خالص. دلوقتي بقى دكتور، بعد ما استعرضنا مع بعض الانواع المختلفه من البروسيسز، وعرفنا كل واحد مناسب لأهني بيشنت، وكل واحد بيتركب لأهني حالة، وهكذا، إزاي أنا أقدر أعمل ايفاليويشن للصمام ده؟ يا ترى هو شغال ولا مش شغال؟ إيه المشاكل اللي ممكن تواجهني؟ وهكذا. فتعالوا نشوف يا جماعة. طبعا طبعا إحنا عندنا 3 مشاكل كبار جدا بيحصلوا على أي ميكانيكال بروسيسز، على أي ستنت فالف، على اي تيشو فالف، انت فاهم الفكره؟ في عموم الفالفز، في عموم البروسيسز، في 3 مشاكل شهيرين جدا، اللي هم ايه؟ المشكله الاولى انه بيحصل عليهم ستينوزس اب تو ستاك فالف. المشكله الثانيه انه بيحصل عليهم ريجارج. المشكله الثالثه انه بيحصل مشاكل في الموبيليتي. هما دول بقى اللي احنا عايزين نعمل لهم اسيسمنت. يا دكتور انا بقول لك انه كل البروسيسز اكيد 100% فيهم ستينوزس، كل البروستاتيك فالفز 100% فيهم ستينوزس، وكلهم فيهم درجه من درجات الريجيرج حتى لو انت ما شفتهاش او ما سمعتهاش. تخيل بقى. طب ليه؟ اقول لك، نراجع مع بعض انواع الصمامات الميكانيكال، ها، والبيولوجيكال، وايه كمان؟ والستنت. الجرافتات زي ما انت سمعت كده حاجات نادره ولسه فيها يعني محاولات وبتاع، فدول الثلاثه اللي هنشوفهم. طب كلام جميل. الميكانيكال يا دكتور، مكان ما بنركب الميكانيكال فالف وبيتاخد عليه غرز، بيتكون عليه شويه ايه؟ جرانيوليشن تيشو، وبالتبعيه اليومن اللي بيعدي منه البلاد بيضيق شويه، فضروري هيبقى فيه سام ديجري اوف ستينوزس. البيولوجيكال فالف برضه يا دكتور، البيولوجيكال فالف لما بيركب بتلاقي انه مكان ما بين الليفلتس وبعضها مع التيل اند وير بدأ يحصل شويه فايبروزيس وادهيجنز، وبالتبعيه يحصل فيه ريلاتيف ستينوزيس مع الوقت. طب والستنت؟ الستنت يا دكتور مكان ما بتركب بيحصل فوقيها شويه ايبيثيلياليزيشن، ايبيثيليال تيشو جروث، وبالتبعيه اليومن اللي بيعدي منه البلاد برضه هيضيق. إذن كلهم هيحصل عليهم سان ديجري اوف ستينوزيس، ولكن ايه الديجري المقبوله وايه الديجري اللي مش مقبوله؟ ثم الريجيرج. خد بالك يا دكتور ان كل الصمامات عليهم ريجيرج. اقول لك على حاجه، الصمام مصنع بحيث انه يبقى عليه ريجيرج. متخيل بقى يا دكتور؟ الصمام اصلا بيتصنع، كانوا بيعملوا الصمام بحيث انه يبقى محكم قفلته بشكل كامل، لو دي كده الرنج من الجنبين بتاعته اهي، وبعدين احنا شايفينه بشكل جانبي كده، فالليفلتس قافله بشكل كامل ما بتخرش الميه. لقوا ان ده للاسف وحش، لان بتبدا في اللحظات اللي الليفلتس فيها قافله بيبدا يحصل سمول بليتلت اجريجيتس تبدا تلزق هنا كده، والسمول بليتلت اجريجيتس دي للاسف الشديد مع الوقت تبدا تعمل ايه؟ تبدا تكبر، وبالتبعيه لما يجي الصمام يفتح تعمل شاورز. خدت بالك؟ والسمول بليتلت اجريجيتس دي تبدا تطير وتعمل شاورز. طب نعالج الاشكاليه دي ازاي ونتجنبها ازاي؟ قالوا طب نجرب كده تجربه، احنا نعمل الصمام اصلا بالمنظر ده وهو قافل قافل، بس في سنه مالكو ابشن بتوين ذا ليفلتس. قال لك ده هيعمل فعليا شويه ريجرجيتيشن، شويه الريجرجيتيشن دول بيمنعوا الاستاجنيشن اوف ذا فلو على جانبي هذا المعدن، وبالتبعية
بيقلل جدا جدا الايه البليتلت اجريجيشن، وبالتبعية يا جماعه يعني دراماتيك امبروفمنت في الحالات. فبعد كده بقى الصمام بيصنع اصلا في ريجيرج، ويسموه فيزيولوجيكال ليك او فيزيولوجيكال ريجيرج. يبقى اذا اي ميكانيكال بروسيسز مصنع اصلا ان هو عليه ديجري اوف مايلد ريجيرج. البيولوجيكال فالف مش شرط، الستنت فالف مش شرط، وارد يبقى فيه سام ديجري اوف ريجيرج وارد لا، ولكن لو اتوجدت ريجيرج هنا طب وهنا اكيد في ريجيرج. ده السؤال بقى اللي بنساله، which degree of regurg is accepted and which degree of regurg is not accepted. ثم نروح للموبيليتي. تقول لي يا دكتور يعني ايه الموبيليتي؟ اقول لك يعني الفالف ليفلتس بيتحركوا ولا ما بيتحركوش. ودي اشكاليه خاصه جدا بالميكانيكال فالف. ليه بقى؟ لان البيولوجيكال فالف زي ما انت شايف كده كده حته تيشو، خدت بالك؟ حتة التيشو دي صعب ان هي يحصل فيها ستاك وتتقفل وما تفتحش خالص، صعب. خاصة انه ايه؟ نون ثرومبوجينيك، وكذلك الاستنت، وكذلك الاستنت. يبقى واضح كده يا جماعة ان قصة الموبيليتي انا بتعامل مع الميكانيكال فالف، والميكانيكال فالف ده هو لازم اسأل نفسي يا ترى فيه موبيليتي ولا لا؟ ازت موبايل ولا ازت ستاك؟ دي من اسوأ واشهر المشاكل اللي في الامرجنسي. طيب والله يا دكتور تيجي تقول لي بس انا سامع الميتاليك كليك بتاعته، ده انا سامع الميتاليك كليك بالسماعه. اقول لك يا راجل يا طيب، ميتاليك كليك ايه اللي انت سامعها؟ يا دكتور هو انت فاكر انه الميتاليك كليك دي بتحصل بسبب انه الليفلتس بتخبط في بعضها فبتعمل صوت؟ لا طبعا، النيتف فالف ليفلتس هي اللي لما تخبط في بعضها تعمل الصوت اللي حضرتك عارفه بتاع ايه؟ الهارت ساوندز. لكن الميتاليك ليفلتس لما تفتح وتقفل هما اصلا معمولين ان هما ما يلمسوش بعض، ان يبقى في ما بينهم وبين بعض سام سبيس اللي بيعمل الفيزيولوجيكال ليك اللي كنت لسه بحكي لحضرتك عليه. اذا الميتاليك كليك مش بسبب انه الليفلتس بتخبط في بعضها لما تتقفل، ابدا. الميتاليك كليك بسبب حركه الليفلت في المفصله في الهنج اللي ماسكاها. دي بتعمل صوت. خدت بالك؟ معنى كده يا دكتور ان في لو في ليفلت متحركه والتانيه ستاك خالص ستيل هتسمع ميتاليك ليفلت، سوري هتسمع ميتاليك كليك نتاج لحركه ايه؟ لحركه الليفلت. واخد بالك؟ طبعا طبعا لما بيبقوا الاتنين ليفلت شغالين بيدينا صوت، ولما واحده منهم بتقف والتانيه بس اللي شغاله الصوت بيبقى اقل شويه منخفض شويه، فبتبقى الميتاليك كليك صوتها منخفض شويه. بس منخفض شوية دي أنا هعرفها إزاي في الطوارئ؟ منخفض شوية دي أقول إن الصوت اتغير، الميتاليك كليك صوتها اتغير من امبارح. لو العيان كان تحت إيدي من امبارح ومن أول امبارح، فالعيان محجوز عندي في الرعاية وأنا سامع صدره امبارح وأنا اللي سامعه وسمعت الميتاليك كليك بتاعته امبارح كانت بشدة معينة، والنهاردة الشدة دي اتغيرت ضعفت، أقول آه ده العيان ده لا في حاجة في الصمام. خدت بالك إزاي؟ انما بقى عيان جاي لك في الطوارئ هتعرف منين؟ وبعدين معظم العيانين كمان ما بياخدوش بالهم من الصوت، دول بيحاولوا ان هم يتجاهلوا الصوت عشان اصلا الصوت بيبقى مزعج وبيعمل لهم صداع وبيخليهم ما يعرفوش يناموا وبيضايقهم، فمعظمهم بيجتهد ان هو يتجاهل الصوت اصلا بتاع الصمام. فيجي لك بشويه نهجان تقول له يا حاج انت سامع صوت الصمام؟ يقول لك يعني مش مركز يا دكتور مع الصمام يعني، فاهمني ازاي؟ فبرضه مش هتعتمد عليه. طيب يبقى اذا كده يا جماعه قصه الموبيليتي لا يعتمد على الاوسكالتيشن فيها لو سمحت، لا يعتمد بس على الاوسكالتيشن لو سمحت. اذا هتظل قصه ازت موبايل اور نوت هي كمان سؤال. تمام؟ في بعض المشاكل في البروسيسز طبعا ما هيش متعلقه بالبروسيسز، متعلقه بان العيان بياخد انتي كواجيليشن، وبالتبعية خد بالك من الأنيميا وخد بالك من البليدنج. كويس؟ ساعات كتير جدا تلاقي عيان مركب بروستاتيك فالف وجاي لك بديزنيا وجاي لك بضغط واطي، وبعدين تيجي تبص تلاقي انه في بليدنج هو اللي عامل الإشكالية كلها. خاصة في السيدات بيبقى فيه كتير يقولنا ببليدنج نسا، خدت بالك؟
وطبعا ده في الطوارئ، يعني القصه قصه بليدنج، وانتوا بقى سيد من يتعامل مع البليدنج في الطوارئ، عارفين بقى الفلويدز هتدوها ازاي، ولو محتاجه بلاد ترانسفيوجن، والورك اب بتاع الهيموريدج البلدي خالص. كويس؟ طيب الانيميا نفس القصه، نفس القصه، لان خاصه بتحصل طبعا مع الميكانيكال فالف، لان الميكانيكال فالف زي ما انت شفت مهما كان تطوره ومهما كان تعديلات فيه ومهما كان الميتاليك الويز اللي فيه اتغيرت، بس ستيل لسه بيكسر الار بي سيز مع حركته، فبيعمل انيميا شويه. صح كده؟ وبالتبعيه يا دكاتره هتلاقي ايه؟ هتلاقي معظمهم عنده انيميا. وبالتبعيه برضو خد بالك من ايه؟ من الانيميا والديزنيا واللو كاردياك اوتبوت سيمتومز والكارديا والتاكيبنيا اللي بتحصل معاها. بس خد بالك انه الار بي سيز لما بتفرقع بيخرج منها كمان بوتاسيوم، فساعات برضو العيانين دول بيحصل عندهم هايبر كاليميا. طبعا انا مش بناقش التفاصيل دي يا جماعه، انتوا اساتذه في التعامل مع الهايبر كاليميا، اساتذه في التعامل مع البليدنج في الامرجنسي روم. فاقصد اقول ان انا بس بلفت نظرك وبجمع معاك البازل انه العيان ده ممكن يجي باريثميا، وساعتها الله يكرمك اعمل له اي سي جي شوف، لان انت عارف الاي سي جي بيبان طبعا ايه؟ بيبان الهايبر اكيوت تي، بيبان الوايت كومبلكس، بيبان الفلات بي ويف، بيبان اللونج بي ار انترفال. خدت بالك؟ الهايبر كاليميا بتعمل بعض الجي اي تي سيمتومز، دايريا ومش عارف ايه، بتعمل حاجات زي كده. والعيانين دول ممكن يبقى عندهم تكسير في الار بي سيز كتير، فيحصل شويه هايبر كاليميا. زي ما بقول لك كمان البليدنج. طيب ثم بقى نخش لحاجات ما هي الجنرال كده، انما حاجات متعلقه بالصمام ذات نفسه. عايز اشوف بقى الصمام ذات نفسه والقصه بتاعته زي ما اتفقنا. كلهم شكرا يا ايه، كلهم يا جماعه هيبقى عندهم ستينوزيس، كلهم هيبقى عندهم ريجيرج، كلهم هيبقى في مشاكل في المفردي. اي يا جماعه، اي دي المس اللي هي ماسكه لنا اداره المكان، يعني زي ما انتم شايفين هي مساعدانا في كل حاجه، فربنا يجازيها عننا خير. ف كنا بنتكلم على الاستينوزس، فكنت بقول لكم يا جماعه انه الاستينوزس بكل الاحتمالات وارد يكون في استينوزس. طيب هاو تو ايفالويت استينوزس اصلا؟ هنا بقى هنروح لايكو. للاسف الشديد الاعتماد عند النقطه دي يتقلب ايكو، واقول لك على حاجه، بيتقلب ساعات ترانس ثراسك وساعات حتى الترانس ثراسك ايكو غير كافي، ونضطر ان احنا نعمل ترانس اسوفيجيال ايكو. أظن إنه دلوقتي بقى موجود في الطوارئ كتير ترانس ثوراسيك إيكو موجود، يعني أتليست الترانس ثوراسيك إيكو موجود في أماكن كتيرة في الطوارئ. الزملاء في معهد القلب، أيام ما أنا اتشرفت بوجودي في معهد القلب فترة، كان طبعًا جهاز الإيكو موجود في الطوارئ. في معهد ناصر كان بلس أور ماينس، بس كان في جهاز موجود قريب في الرعاية، والرعاية موجودة في قريبة للطوارئ، فكان برضه في حلول. أظن معظم المستشفيات الحمد لله دلوقتي مع وجود الأجهزة البورتابل والأجهزة الهاند هيلد وكده، بقى في إمكانية إنه يتعمل إيكو في الطوارئ يعني. كويس؟ فمعنى كده إن أنا هبدأ من هنا عايز أبص بالإيكو. عايز أبص بالإيكو. فتعال نشوف هاو تو ايفالويت ستينوزيس باي إيكو. How to evaluate stenosis. أنا هأفترض إن حضرتك ما عندكش سابق خبرة عميقة بالهيمودايناميكس ولا حاجة، أنا هفترض إن حضرتك كل معلوماتك إنك عارف الفيوز بس. عارف الفيوز بس، بتعرف تجيب فيوز بس. فهبدأ أعلمك بالراحة كده إزاي تستعمل جهاز الإيكو في إنك تيفاليويت إذا كان الاستينوزيس ده بدرجة مقبولة ولا غير مقبولة. تمام؟ How to evaluate stenosis using the echo. طبعا بتكلم على stenosis in prosthesis. تحديدا يا جماعه بنعتمد على حاجه اسمها البريشر جريدينت. البريشر جريدينت. بص يا دكتور، لو دي انبوبه والانبوبه دي ماشي جواها سائل fluid. So this is a fluid moving in a tube. It's moving from point 1 to point 2. لو ارجوكم لو حد الكلام العربي مش فاهمه، يعني في بعض الزملاء انا عارف من خارج مصر معانا. ففي بعض الزملاء بيبقوا من العراق، من كردستان، بيبقى بعض الكلام العربي صعب عليهم شوية، وغير طبعا كده يعني لو حد الكلام العربي فيه أي مشكلة يبعت لنا بس على الشات، بحيث إن احنا نخلي اللانجوج كومباتبل مع معظم الناس يعني.
اذا لو فلويد بيتحرك من النقطه واحد للنقطه اتنين، ده معناه يا جماعه اكيد ان البريشر في النقطه رقم واحد اعلى من البريشر في النقطه رقم اتنين، وده اللي خلق حركه الفلويد اصلا. مفيش فلويد هيتحرك من نقطه للتانيه الا نتيجه لبريشر جريدينت، لازم يبقى فيه بريشر جريدينت ما بين النقطتين دول عشان يحصل فلويد موفمنت. كويس؟ يعني الفلويد ده ما بيصحاش كده عنده اراده حره ويقول اللهم اني نويت اتحرك من النقطه واحد للنقطه اتنين، مفيش كده، هو لازم تبقى فيه السوائل جمادات غير عاقله، لازم تبقى فيه فورس خارجيه اكزيرتد عليه عشان تبدا تحركه من نقطه للتانيه. وهنا ياتي دور البريشر. طب كلام جميل. ايه راي سعادتك بقى لو الانبوبه دي حصل فيها ستينوزس، ضيقت شويه، بذمتك الضغط في النقطة رقم واحد هيفضل زي ما هو ولا هيزيد شوية؟ I think أنت متوقع إنه هيزيد، والضغط في النقطة رقم اتنين هيفضل زي ما هو ولا هيقل شوية؟ هيقل. يا جماعة ده جنرال كونسبت، أنا مش بتكلم في طب. يا أخي ده أنت لو سايق عربية ولا راكب مواصلة في شارع، والشارع ده حصل فيه حادثة ولا فيه كمين ولا فيه حاجة، تلاقي قبل الكمين ولا الحادثة دي تكدس مروري وزحمة وبتاع، وبعده الدنيا فاضية. يا دكتور ده انت في حالات الانتستاينال اوبستراكشن يقول لك الانتستاينال لوب اللي قبل الاوبستراكشن تلاقيه دايليتد وكونجستد وبتاع، وبعده كولابس. نفس المنطق بالظبط، اي انبوبه حصل فيها ستينوزس مش نفس الفوليوم بتاع الفلويد اللي كان بيعرف يعدي لما كانت الانبوبه واسعه، هيعرف برضه يعدي لما بقت الانبوبه ضيقه. معنى كده ان الفوليوم اللي بيعدي اقل من المعتاد، فهيحصل تراكم وتكدس في جزيئات وطبقات السائل في منطقه ما قبل الاستينوزس، فالبريشر هيعلى. واللي بيعرف يعدي لمنطقة ما بعد الاستينوزيس هيبقى أقل من المعتاد، فالبريشر هيقل شوية. أقصد أقول إنه البريشر جريدينت بتوين ذا تو بوينتس هيزيد. حلو الكلام؟ طب إيه علاقة ده بالهارت؟ يا دكتورنا الفاضل، ما هو لو ده الهارت ديورنج دايستولي مثلا الليفت فنتركل بيريلاكس، فالضغط جواه بيقل تقريبا بينزل للزيرو ديورنج دايستول. طيب والليفت اتريوم، الليفت اتريوم كان عمال يستقبل دم من الاربعه بالمونري فينز كفينس ريتيرن من اللنج، فجواه بلاد محقق ضغط تقريبا 10 مليمترز ميركوري. اذا في فرق ضغط ما بين الليفت اتريوم والليفت فنتركل بشكل واضح، وده اللي بيخلي الدم يتحرك من الليفت اتريوم للليفت فنتركل ديورنج دايستولي، صح كده؟ نفس الفكره بالظبط في السيستولي، لما الليفت فنتركل بيكونتراكت ضغطه بيوصل ل 120. يا دكاتره الليفت فنتريكولار بريشر ديورنج دايستول بيبقى زيرو مش 80. في ناس فاكره بيبقى 80، كلام بدائي بقى عيب ان احنا نقوله. ده ارتيريال بلاد بريشر 120 80، ده ارتيريال، ها مش فنتريكولار. الفنتريكولار بريشر 120 على زيرو. طيب لما الفنتريكولار بريشر يعلى للزيرو والميترال فالف يتقفل والاورتيك فالف يتفتح، صبح الفنتريكولار بريشر اعلى من الاورطه بكتير، فالدم بيتحرك في هذا الاتجاه. سو اتس ماتر اوف بريشر جريدينت. طب ايه راي حضرتك بقى لو الصمام ده ضيق، سواء كان نيتيف او بروستيك فالف، اي نوع من البروسيسس، طالما ضيق يبقى اكيد الضغط في منطقه ما قبل الاستينوزيس هيعلى. ايوه صحيح الفنتريكولار بريشر كده كده بزيرو، فمش هيقل عن الزيرو، هيقل يروح فين؟ تحت الزيرو. لكن الاتريال بريشر هو اللي هيزيد، ويحصل مع الوقت كمان اتريال دايليشن، صح كده؟ فيبقى البريشر جريدينت بتوين ذا تو تشامبرز از جوينج تو انكريز. اند وات اباوت ذا اورتا؟ نفس الفكره، البريشر جريدينت از جوينج تو انكريز. اذا انا اعمل لها قراءه مقلوبه، لو قدرت اقيس البريشر جريدينت بتوين ذا تو تشامبرز ولقيته اعلى من المعتاد، يبقى في ديجري اوف ستينوزس، ديجري اوف ستينوزس. والجايد لاينز كانت واضحه، قالت لك لو لقيت البريشر جريدينت على جانبي الميترال فالف من 5 الى 10 مليمترز ميركري، ذيس از مودريت ستينوزس، تحت ال 5 مايلد فوق ال 10 سيفير. لو لقيت البريشر جريدينت على جانبي الاورتيك فالف من 20 الى 40 مليمترز ميركري، ذيس از مودريت ستينوزس، تحت ال 20 مايلد فوق ال 40 سيفير. انا مديك الرينج بتاع المودريت عشان اسهل عليك شويه انك تفتكر الارقام. تحت يبقى مايلد، فوق يبقى سيفير، وخلاص مسكتك العصايه من النص بحيث ان انت تفتكر شويه. طب ازاي انا اقيس بقى البريشر جريدينت؟ هنا ياتي دور الايكو. يا دكتور هنجيب الابيكال فور تشامبر فيو، ثم انت شايف الميترال بروسيس اهي، هتحط عليها دوبلر كونتينيوس ويف دوبلر، وبالتبعية هيترسم لك الفيلوسيتي سيجنال اللي حضرتك عارفها بتاعة المايترال فلو. سيمبلي تعمل لها تريس،
تختار من الماشين اوبشن اسمه مين بريشر جريدينت، بريشر جريدينت، وتعمل للسيجنال دي تريس. هو في ماشينز بتعمل اوتوماتيك تريسنج؟ اه طبعا في ماشينز بتعمل اوتوماتيك تريسنج، بس ماشينز غاليه ومش متوفره تحت ايدينا، ماشينز سعرها بالملايين، وبالتبعيه اغلب الماشينز معتمده على ان انت اللي هتعمل تريس للايه، للكيرف، عشان هي تبدا تاخد منه قياسات البريشر جريدينت. فببساطه شديده جدا هنقيس البريشر جريدينت ونشوف ايه الاخبار. ايا كان الرقم اللي طلع لحضرتك، الجايد لاينز قالت الميكانيكال والبيولوجيكال ومين كمان؟ والستنت. قال لك البيولوجيكال والستنت مسموح عليهم اب تو مودريت ستينوزز بوضوح، المايلد اكسبتد والمودريت اكسبتد. لو سيفير لا، السيفير ده محتاج جراحه وجراحه بسرعه. طب الميكانيكال؟ الميكانيكال قال لك ارجع للمانيفاكتشرر، روح للشركه المصنعه اسالها اخبار القياس اللي قسناه ده عامل ازاي. المفروض يا جماعه ان البيشنت اللي مركب بروستاتيك فالف بيستلم من المستشفى وهو خارج كارت كده، كارت متابعه مكتوب فيه نوع الصمام ومقاس الصمام ومكتوب عليه البريشر جريدينت المسموح على هذا الصمام قد ايه، ويعتبر اكسبتد وبلا مشاكل. طبعا الكارت ده احنا مش مألفينه من دماغنا، الكارت ده اصلا الشركه المصنعه للصمام حطاه في الباكج بتاع الصمام، والمفروض انه بيستلمه العيان. زي ما انت عارف في مصر وفي كل الميدل ايست، يعني العيانين طبعا لا يحتفظوا بهذا الكلام، واحيانا اصلا ما بيستلموهوش من المستشفى، وساعات بيبقى تقصير من المستشفى وساعات بيبقى تقصير من العيان، يعني بصراحه الاثنين بيحصلوا. وبالتبعيه توافر الداتا دي مع العيان في اغلب الاوقات، ان ما كانش كل الاوقات، مش موجود. الكلام ده في مصر وبره مصر، يعني في كل الميدل ايست. يمكن بعض الدول اللي عندهم هيلث كير سيستم بقى مؤسسي واضح على مستوى الدوله، وانت ليك مش عارف هيلث كير نمبر والبيشنت له نمبر، وبتدخل انت بالنمبر بتاعك كبراكتيشنر يطلع لك الهيستوري بتاع الكيس كلها من يوم ما اتولد بتطعيماته، انت متخيل؟ فطبعا بتبقى ريتش داتا موجوده تحت ايدك، فخلاص بتبقى سهل قوي الوصول للداتا بتاعت العيان والداتا بتاعت الصمام والمعلومات من الشركه، سهله خالص. لكن طبعا العيان بيجي لك انت مش عارف هو مركب ايه هنا في الميدل ايست، تقول له يا عم الحاج طب انت ايه الدنيا عملت ايه، يقول لك مش عارف معاك كارت ما عايش حاجه. فللاسف الشديد هذه المعلومه دايما بتبقى غايبه. طب نحل مشكلتها ازاي يا دكتور يحيى؟ للاسف الشديد مفيش غير عنصر الخبره. تحت ايدنا طريقه نوصل بيها للشركه، العيان مع معاه كارت متابعه بتاع خير وبركه. ما فيش، يبقى ناخدها بقى بطريقه الخبره بتاعتنا في مصر، ان احنا بنمشيها برضو اكنها مودريت. عايز نصيحه اخ مودريت المودريت، قيس البريشر جريدينت في الميترال لا يتعدى 7 مليمترز ميركوري، في الاورطه لا يتعدى 30 مليمترز ميركوري. يعني ايه؟ خدت الافريج بتاع المودريت. وعلى فكره الكلام ده يا جماعه يعني مستقى برضو من شركات كتير، ده الافريج رينج بتاع الاكسبتد، ولو اكتر من كده نوت اكسبتد، ويعتبر ماركت ستينوزس، والصمام ده يحتاج تغيير والعيان ده ما يروحش، او اذا كان هتروحه هتروحه على بلان ان هو هيجي للعياده، والعيان اللي هيجي وهتظبط له ميديكيشنز بتاعته، انك بقى تدي له شويه ايه دايريتكس مثلا او بيتا بلوكرز او ايا كان على حسب الوضع اللي انت شايفه، ولكن لازم يبقى محطوط له بلان انه ده وضع يعني ايه ما يتسكتش عليه. طيب ده بالنسبه لاشكاليه الاستينوزس. ماذا عن اشكاليه الريجيرش؟ فاكر لما قلت لك ان كل الصمامات عليها ستينوزس، بس ستينوزس لحد فين؟ عرفنا ستينوزس لحد فين؟ مقبول لحد المودريت بشكل واضح على البيولوجيكال والستنت، الميكانيكال مقبول لحد المودريت بالخبره، ولو انت عايز تبقى ميتيكيلس شويه مودريت المودريت. طب وات اباوت ريجيرج؟ الريجيرج يا دكاتره مقبول مش مقبول، ده هو الفالف ديزايند ان يبقى عليه شويه ريجيرج اصلا، بس كلمة السر انه يبقى الريجيرج ده ترانس فالفولر وليس بارا فالفولر، يبقى البلاد از موفينج ثرو ذا فالف من خلال الصمام، مش من منطقة التقاء الصمام مع الوول، لأن لو البلاد بيعدي من البارا فالفولر اريا دي مصيبة، ده معناها بارا فالفولر ليك، والبارا فالفولر ليك دي فيري ايمرجنسي يا جماعة، بارا ليك دي معناها ان في غرز فكت، والغرز اللي فكت دي بدأ يحصل مكانها ليكيج. ايه اللي فك غرزة؟
طب ما هو ممكن اللي يفك غرزه يفك الباقيين، ونوصل في الاخر لديسنت فالف، يبقى ماسك على غرزه ولا غرزتين وبيلق كده، والعين يدخل في كارديوجينيك شوك ويروح منك. فلو في بارافالف ليك يا جماعه ما يتسكتش عليه، ما يتسكتش عليه. بارافالفولار ليك از ان امرجنسي سيتويشن، ويحتاج الى امرجنسي، قد يتصل الى امرجنسي كاردياك سيرجري، يتفتح العيان دلوقتي، وده مش في نسب قليله، ده معظم الحالات. اذا البارافالفولار ليك مصيبه، وهوريه لكم دلوقتي حالات بارافالفولار. طيب دي اخطر طبعا، ده الامرجنسي اباوت ريجيرج. وات ار ذا موبيليتي اوف ذا فالف؟ ازاي يحكم على الموبيليتي اوف ذا فالف؟ اتفقنا مش بالاوسكالتيشن، ولكن لا زال بالايكو. يبقى اذا الريجيرج يحكم عليه بالايكو، الموبيليتي بالايكو، الاستينوزيس بالايكو، صح كده؟ عرفت ايه اهميه الايكو في الامرجنسي؟ الله يكرمك يا دكتور، ده احنا لسه بنتكلم بس على البروسيسز، ما بالك بقى لو بكلمك على الام اي، ما بالك بقى لو بكلمك مش عارف على بالمونري امبوليزم الماسيف، مش عارف بكلمك وهكذا. الايكو بقى دوره مهم في معظم الحالات للاسف الشديد الكارديا. ليه بقول للاسف الشديد؟ لانه يعني بتلاقي انه في مستشفيات مش متوفر فيها الايكو في الطوارئ فمكتف الناس، او مستشفيات تانية متوفر الايكو في الطوارئ بس المستشفى بتستقبل عدد ضخم جدا من الحالات، وعدد الدكاتره اللي موجودين في الامرجنسي مش كتير، فمش ملاحقين، مش يعني حوادث وبتاع، وبتيجي الحاله الكاردياك تتوه في وسط الزحمه. الله المستعان. طيب كنت بكلمك على الموبيليتي، ازاي يحكم على الموبيليتي؟ الله يكرمك، محتاج ايكو، ولازم تبص من مالتيبل فيوز. ليه بقى؟ لان المعدن ده الميكانيكال فالف المعدني ده، وهي مشكله الموبيليتي زي ما اتفقنا تبقى هي الميكانيكال اللي ممكن يحصل فيه مشاكل في الموبيليتي، البيولوجيكال والستنت لا. فبص كده، الميكانيكال فالف مثلا اللي راكب في المايترا بيعمل ارتيفاكت ولمعان شديد قوي حواليه، اللمعان ده بيبان في الايكو وبنسميه ريفربريشن ارتيفاكت، ارتيفاكت شهير بنشوفه بيبقى لمعان شديد كده حوالين الميكانيكال فالف. اللمعان ده بيخلينا مش قادرين نشوف الصمام بشكل واضح، فمش قادر اعرف يا ترى هو موبايل ولا لا. كلمه السر مالتيبل فيوز، لازم تجيبه من مالتيبل فيوز. هاتوا ايبيكال، هاتوا باراسترنال، هاتوا لونج اكسس، هاتوا شورت اكسس، لف حوالين العيان دور، لان من فيو للتاني بتختلف القصه. ممكن يبقى الفيو ده مش ظاهره فيه بس في فيو تاني تبان، يبقى اذا مالتيبل فيوز. وبعدين كمان خد بالك انه العيان اللي ستاك فالف هيبقى على الصمام بريشر جريدينت عالي. فانا دلوقتي لقيت العيان ديزنيك او في بالبيتيشنز او مانيفستيشنز اوف انستابيليتي، وبعدين لقيت معاه ايكوم لسه معمول من شهر شهرين، وفي بريشر جريدينت على مثلا مركب اورطه ولا مايترا، لقيته على المايترا ال 2 3 مليمترز ميركري، وبقيسه النهارده طلع البريشر جريدينت 8 12. الله الله الله، ايه اللي عدى البريشر جريدينت بشكل شديد جدا كده في خلال الفتره البسيطه دي؟ صح، قد تكون ستاك ليفلت. ابص بالايكو مش قادر اشوفها، مش قادر اقيم اذا كانوا بيتحركوا ولا لا، ما يروحش العيان. يا دكتور اسمع مني، مش قادر تحكم، لقيتهم بيتحركوا بوضوح خلاص يا بابا ماشي، انما مش قادر احكم، مش عارف اذا كانوا بيتحركوا ولا ما بيتحركوش، العيان ما يروحش. هات زميلك بتاع الكارديولوجي يبص. العيان قد يحتاج ترانس اوسوفيجيال، وفي ثانيه يتقلب ترانس اوسوفيجيال، ومحدش يلوم عليك ولا حد، مهما كنت انت مش اصل انا امرجنسي يا دكتور مش كارديولوجي، هطلب تي اي. اه طبعا تطلب تي اي عادي خالص، اصل انا يا دكتور لسه جونيور ولسه بقول يا هادي. يا باشا ده احنا بالعكس، ده انت لما تطلب تي اي للعيان ويجي حد هيعمله تي اي ويلاقي انه الوضع باللي انت واصفه ده، ان الجريدينت عالي والعيان ديزنيك وانستيبل وانا مش قادر احكم على الموبيليتي، هيحترمك جدا. ولو انت اللي هتشتغل وانت الكارديولوجيست بقى اللي هتشتغل، هو يعني دي انديكيشن واضحه للتي اي اي، فهمت قصدي؟ فما فيهاش ابدا قلق، ولا ان انا يعني احاول تحول الحاله وقلبك يعني تتكلم في الصح جدا. اذا يا دكتور لو لقيت الليفلتس بس بشرط جبتهم من مالتيبل فيوز، من مالتيبل فيوز قدرت اشوفهم بوضوح بيتحركوا الحمد لله، مش قادر احكم خالص ولا قادر اشوفهم كويس، والبريشر جريدينت عالي، ما يتسكتش عليها لو سمحت. تمام، ساعتها هعمل ايه؟
يا اما ترانس ثوراسيك ايكو واخد قرار، يا اما مش باينه كويس يبقى ترانس اوسوفجيال، يا اما هدخل العيان قسطره واصوره فلورو. وطبعا الفلورو ايمجينج ما بياخدش وقت، ده في ثواني بيتاخد القرار وبنشوف الوضع عامل ازاي. قبل ما اوريكم فيديوز للكلام اللي قلته يا جماعه، حد عنده اي اسئله في اللي احنا قلناه؟ حد من الزملاء عنده اي استفسارات؟ في حاجه مش واضحه؟ في حاجه محتاجين فيها اكسترا اكسبلانيشن؟ عبال ما انا في الوقت اللي انا بفتح فيه الفيديوهات اللي هي هتاخد تقريبا دقيقتين، في الفتره دي انا محتاج اسمع منكم فيدباك. حد من حضراتكم في اي حاجه من اللي انا قلتها مش مفهومه او عندك استفسارات اسالني. دكتور احمد بيسال على الريجرجيتيشن. الريجرجيتيشن يا دكتور احمد مقبول ان هو يبقى مايلد، مقبول ان هو يبقى مودريت. انت عارف حتى لو هو سيفير يا دكتور ما نتخافش منه في الطوارئ. اهم حاجه البارافالفلر. البارافالفلر ده مشكله كبيره خالص ما يتسكتش عليها يعني. انما حتى لو هو سيفير بس ترانسفالفلر يعني نقدر نطول بالنا ومفيش فيها حاجه تقلق يعني. الله يكرمكم يا جماعة، ربنا يجازيكم عن خير، كلكم ذوق والله، الله يكرمكم. دكتورة منى، هو الرابشر كور دي مش قصة بروسيسز، حضرتك بقى بتتكلمي على emergency بتاعت مثلا ام اي كومبليكيشن ولا حاجة، صح كده؟ فرابشرد كور دي مش هتحصل في بروستاتيك فالف، انما هي هتحصل في نيتف فالف، مايترال نيتف فالف، وبعدين يحصل فيه رابشر بابيلاري ماسل او كده، صح؟ وتعمل ساعتها فليل، وتعمل ساعتها فليل، وبتبقى للاسف الشديد الفليل ليفلت دي للاسف الشديد بتعمل سيفير ريجيرش. وده سؤال جميل يا دكتوره منى، وفي يعني ايه في فعلا في حاجه ايمرجنسي ولكنها مش بروستاتيك، بس يعني عشان السؤال عجبني فهستسمحكم اجاوب. معلش هخرج بره موضوع البروستاتيك دقيقتين دقيقتين. الاسكيميا كومبليكيشنز، احنا بقى مش بنتكلم دلوقتي على بروستاتيك، انا هخرج بره موضوع البروستاتيك 3 4 دقائق بالظبط يعني، تمام؟ من الكومبليكيشنز اوف ذا اسكيميا، انا دلوقتي جات لي حاله ستيمي ولا حاله نون ستيمي اكيوت كورونري سندروم وجالي في الطوارئ، احيانا يحصل ايه؟ احيانا يحصل في معاه بعض الكومبليكيشنز للاسكيميا. كومبليكيشنز للاسكيميا تيجي تقعد تقرا فيها تلاقي فيها كلام كتير، ايشي مايوكارديال وايشي نون مايوكارديال، المايوكارديال مش عارف ايشي ميكانيكال وايشي الكتريكال وحاجات زي كده، صح؟ فلو هنستعرضها مع بعض سريعا كده الكومبليكيشنز بتاعه الام اي، كومبليكيشنز اوف ام اي، لان ده برضه سؤال او يعني متكرر في الامتحانات جدا، اللي داخل امتحان قريب مثلا في حاجه فيها ايمرجنسي سؤال متكرر في المنطقه دي، ايه الكومبليكيشنز اوف ام اي اللي ممكن نشوفها في الطوارئ؟ عشان اسهل عليك الحفظ يعني في تقسيمه لطيفه تسهل عليك الماموريه شويه، يا اما حاجات مايوكارديال صح، يا اما حاجات ايه نون مايوكارديال. نون مايوكارديال، المايوكارديال يا دكاتره نقسمها الى يا اما مشاكل ميكانيكال يا اما مشاكل الكتريكال، صح؟ نبدا بالالكتريكال عشان نخلص منها. اي تاكي اريزميا ممكن تحصل، اي برادي اريزميا ممكن تحصل، خلصت كده. اشهر التاكي اريزميا الفي تي، لان انت بتتكلم على اسكيميا اوف ذا ليفت فينتريكل، واي اسكيميك تيشو هو ثرومبو او سوري هو اريثموجينيك تيشو، صح الكلام؟ فالفي تي بتحصل كتير.
ولو سستيند في تي وفضلت قاعده شويه دي مقلقه، انما لو هي نون سستيند وشويه بي في سيز وبتاع دي بتعدي. البرادي اشهر برادي كارديا بنشوفها مين؟ برادي اريثميا بنشوفها مين؟ الهارت بلوك. الهارت بلوك، وطبعا الهارت بلوك بنشوفها في الحاجات اللي هي بتاعت الانفيريور وول والبوستيريور وول، واخد بالك، اللي ممكن تبقى واخده بلاد سبلاي من الار سي اي لو الار سي اي انكلودد في الاسكيميك انسلت اللي احنا بنتعامل معاه. خلصنا من الالكتريكال، نروح للميكانيكال. الميكانيكال يا اما رابشر يا اما نان رابشر. نان رابشر صح كده؟ رابشر خد عندك مثلا رابشر يعني ايه يا دكتور؟ يعني مثلا حصل فري وول رابشر، فري وول رابشر، يا اما في اس ار السبتم رابشر، يا اما بابيلاري ماسل وكوردي رابشروا صح كده؟ طب نان رابشر لا مفيش حاجه اتخرمت ولا حاجه، ولكن بقى حصل اكيوت هارت فيلير صح كده؟ اسكيميك ميترال ريجرجيتيشن، ودي حته بتعمل كونفيوجن لناس كتير. يجي يقول لك يعني ايه بابيلاري ماسل ويعني ايه اسكيميك ميترال ريجرج، هو ايه القصه دي؟ اقول لك بص يا دكتورنا الفاضل، لو ده الهارت اهو، وبعدين ادي الميترال فالف اهو، وبعدين ادي بابيلاري ماسل وادي بابيلاري ماسل تانية خارج منهم كوردي، والكوردي زي ما انت شايف اما بقى لو للاسف الشديد الاسكيميا تسببت في بابيلاري ماسل رابشر، اهي دي بقى مشكله. ادي الهارت، ودي غالبا ما بتبقاش في نفس اليوم بتاع الانسلت، غالبا بتحصل في خلال اليومين اللي بعدها ولا حاجه، خاصه مع العيانين اللي واخدين فايبرينوليتكس ما تعملهمش قسطره، خاصه لو هو لارج انفاركشن، لو ريكارنت انفاركشن، خدتوا بالكوا ازاي؟ فهتلاقي ايه اللي حصل؟ انه البابيلاري ماسل اصلا ربشرت منين؟ من الليفلتس. فتيجي تبص على الليفلت وهي قافله، ما عادش فيه كوردي ماسكاها وموجهاها لتحت. فلما الميترال فالف يقفل نورمالي المفروض بيقفل كده اهو. طب ايه اللي مخلي الليفلتس متوجهه ناحيه الفنتريكولار اسبكت؟ الاتاتشمنت بتاعها للكوردي والبابيلري. طب ايه راي حضرتك بقى لو ليفلت منهم فرابشرت من الكوردي؟ فتلاقي لما تيجي تقفل تقفل كده. ليفلت دي عاديه، والليفلت دي بقت نسميها فليل ليفلت، فالريجيرج يتحرك كده اهو. واضحه؟ واضحه؟ في الحاله دي القصة بقى مش قصة تريبل فيوجن، إذا كان اسكيميك مايترا ريكيرش فالقصة قصة تريبل فيوجن، إيه اللي هيعمل له ريبل فيوجن؟ العين يتحس. لكن لو القصة قصة فليل ورابشر دي امرجنسي سيرجري، ملهاش حل تاني تقريبا، امرجنسي سيرجري. ممكن تركب له بقى انترا اورتك بالون، تدي له انتروبز، مش حاجات كلها اللي تقلل السيستميك ريزيستنس عشان تقلل شوية الريجيرش، كلها في الآخر حاجات إيه؟ بنسند العيان، سبورتيف ميجرز كده وخلاص لحد ما ربنا يكرم ويتعمل الجراحة. وطبعا ده لازم تبقى ايمرجنسي سيرجري، مش هيقعد العيان يعني كتير في هذا السيتويشن. حلو؟ اميز ما بينهم ازاي يا دكتوره منى؟ كنت حضرتك بتسالي على القصه بتاعت ايه التمييز ما بينهم وبتاع. طبعا لو هي رابشر هتلاقي الليفلت اتقلبت ناحيه الاتريوم بالمنظر ده. لو هي فليل نقول عليها فليل ليفلت ديو تو رابشر، تلاقي الليفلت اتقلبت ناحيه الاتريوم، ما عادتش بتقفل بالشكل الجميل بتاعها كده، لا تلاقي ليفلت منهم ما عادتش اصلا بتحصل كده، بالعكس ده هيتحرك في الناحيه. اما لو هي مجرد اسكيميك ميترال ريجرجيتيشن لا بتلاقي الليفلت في مكانها. ادي اول حاجه. تاني حاجه لو هي رابشر بتلاقي الريجيرج مشاور على الليفلت السليمه، اما لو هي اسكيميك تلاقي الريجيرج مشاور على الليفلت اللي ناحيتها والموشن اب نورماليتي. تمام؟
الوول دي ما بتتحركش، تلاقي الريجيرج كده رايح ناحيتها والليفلت في مكانها المعتاد، فتعرفي ان هو اسكيميك ميترال ريجيرجيتيشن. الاسكيميك ميترال ريجيرجيتيشن بيحصل ايرلي كومبليكيشن في اول يوم، لكن الفليل غالبا ما بيحصلش في اول يوم، بيحصل من 2 لـ4 ايام بوست ام اي. وطبعا زي ما اتفقنا انه قصه الفليل دي بتحصل في الالدرلي بيشنتس اكتر، الفيميلز اكتر، اللي واخدين فايبرينوليتكس اكتر، اللي كان اصلا لارج مايوكارديال انفاركشن من الاول، اللي ريكارنت مايوكارديال انفاركشن، كل الايه الريسك ده موجود. طيب كلام جميل، ايه تاني اسئله كانت الناس بتقولها؟ التيشو فالف بيتقيم زي نيتف فالف. دكتور ابراهيم بيسال، بص يا دكتور ابراهيم، التيشو فالف انت يهمك فيه اكيد اكيد مش هيبقى فيه مشاكل موبيليتي، خدت بالك؟ مفيش حاجه اسمها موبيليتي في تيشو فالف، اللي دلوقتي بقى هنسميه الاسم الاحدث شويه البايبروستاتيك فالف او البيولوجيكال فالف. البيولوجيكال فالف مشكلته في حاجتين، هل في عليه ستينوزس؟ هل في عليه ريجيرج؟ طبعا الاستينوزس زي ما اتفقنا على الارقام بتاعته انه ما يبقاش متخطي حدود المودريت. لو سيفير استينوزس لا، الفالف ده محتاج يتنظر له نظرة تانية، ممكن يتغير. ولو برضو عليه سيفير ريجيرج ما يعديش من عليه سيفير ريجيرج، المايلد والمودريت اكسبتد، انما ما يبقاش سيفير. دكتورة غادة بتقول physiological conditions like anemia may increase the pressure gradient, so how to differentiate obstructive valve and these conditions. دكتورة غادة بتقول إنه أحيانا العيان اللي يبقى عنده أنيميا طبعا ال velocity على ال valve بتزيد في ال hyperdynamic circulation status عموما، وبالتبعية هنلاقي ان الفيلوسيتي سريعة، وبالتبعية هنلاقي انه البريشر جريدينت نيجي نقيسه يدينا انطباع خاطئ بانه عالي، وبالتبعية فعليا هيدينا هاي بريشر جريدينت. بتقول بقى اميز ازاي ما بين هل هو بس نتيجة للاوبستراكشن، ولا اقصد بس نتيجة لفيزيولوجيكال كونديشن او هايبر دايناميك سيركيليشن، ولا نتيجة للاوبستراكشن في الفالف. سؤال جميل جدا يا دكتورة غادة، اشكرك عنه. طبعا طبعا نرجع لنقطه الاي بول ايفالويشن اوف ذا فالف، ان انا لازم اشوف الليفلتس بتتحرك. وعشان كده انا قعدت ااكد على القصه دي كتير جدا يا دكتوره غاده، وقعدت اقول لو لقيت البريشر جريدينت عالي لازم تتاكد من انك شايف الليفلت موبيليتي، لان لو البريشر جريدينت عالي والعيان فيه شويه سيمتومز وبتاع وبعدين مش قادر اشوف الاثنين ليفلتس موبايل قدام عينيا، ده لوحده انديكيشن لان احنا نعمل له ترانس اوسوفيجيال ايفن، او ان احنا نعمل له فلوروسكوبي ايمجينج، لان انا لازم اشوف الموبيليتي اوف ذا ليفلتس. والله الاثنين بيتحركوا كويس يا دكتوره غاده قدام عينيا، وان سبايت اوف ذات شفت بريشر جريدينت عالي، خلاص يبقى القصه غالبا نتاج لهايبر دايناميك سيركيليشن ستاتس وهكذا. لكن لو شفت بقى ليفلت ستاك، لا بس خلاص، لا بس خلاص دي ما تعديش. تمام، طيب دكتورة غادة برضو بتسأل على المايلد بارافالفولار ريجيرج. بصي بقى دكتورة غادة، انت جيتي في حتة كويستشنبل جدا. ليه؟ لأن المايلد بارافالفولار ريجيرج لو هو بعد الجراحة على طول ولا بعدها بفترة طويلة، لو بعد جراحة تركيب صمام على طول ممكن نطول بالنا عليها، لأن فعليا الغرز ممكن تبقى في مكان غرزة من جنب غرزة بيحصل شوية ليكج، كويس؟ وبالتبعية ممكن جدا وهو لسه اصلا في المستشفى يومين ولا حاجه والمايلد بارافالفولار ليك ده يروح، كويس. لو هو بقى مش دلوقتي، ده القصه بعد 2 3 سنين من تركيب الصمام وحصل بارافالفولار ليك، لو حاله مايلد هنعمل لها تي اي الاول ونشوف، يعني مش هنجري ناحيه الجراحه صحيح على مجرد مايلد بارافالفولار ليك، لكن لازم هنعمل لها ترانس اوسوفيجيال ونقيم الصمام ايه الاخبار بالظبط. لان لو لا قدر الله في عليه ثرومبس، في عليه فيجيتيشن، في عليه حاجه مأثره على الغرز، تعمل المصيبه. دكتور محمود بيسأل على روكينج موفمنت اوف البروستاتيك فالف، ما هو ده دكتور محمود بقى الديهيسنس اللي كنا بنتكلم عنه، فعليا تلاقي روكينج موفمنت كده لو الغرز فكت والصمام ماسك على غرزتين ثلاثه، تلاقي بيلق كده منظر مرعب، عيان هيموت ده.
دكتور عاطف انا مش فاهم السؤال. Transvalvular regurgitation more than washing regurg may be due to stuck valve in open position. May be due to stuck valve in open position which is unlikely. ما شفتش حاجة زي دي قبل كده. كده كده طالما stuck valve لازم البريشر جريدينت هيبقى عالي عليه جدا يا دكتور. فيعني انت اللي هيلفت نظرك اكتر البريشر جريدينت العالي. يعني حضرتك مش ممكن دكتور الستاك يحصل في الاوبن بوزيشن ويكون الريجيرش مور ذان مايلد. ماشي، بس زي ما بقول لحضرتك انك هتلاقي كمان البريشر جريدينت ستيل عالي. ولو انت شفت الليفلتس ستاك خلاص انتهت القصه. فاهم قصدي؟ يعني لو هو ستاك ايفن في شويه في الميد اوبننج بوزيشن كده وستاك فالف في الوضع ده، هتلاقي برضه في ريجيرج بس كمان في بريشر جريدينت عالي. I mean ان هو during transthoracic echo if I find more than mild regurg in mechanical valve we should take seriously also and need TE. اه طبعا، اه طبعا، لا لا طبعا، ما احنا متفقين الحاجات المايلد والمودريت كلها باي بوك اكسبتد وممكن تعدي رواد ذات ان انا شايف الموبيليتي اوف ذا ليفلتس. الحاجات السيفير كلها ما تعديش اصلا، ولا سيفير ستينوزيس ولا سيفير ريجيرج، ده باي بوك احنا اتفقنا على كده اصلا. تمام الا بقى شكرا. الميكانيكال فالف اللي حتى ما بنستناش للسيفير، يعني على منتصف المودريت كده كمان ما تعديهاش، الا بقى لو معاك داتا بخصوص الصمام ده ان مقبول عليه ببريشر جريدينت كذا. طبعا كلامك صح 100% طبعا. شكرا جزيلا، شكرا فندم. شكرا شكرا يا دكتور عاطف. الناس اللي هي ما شافتش الفلوروسكوبي بتاع الميترال بروسيسز ومش متخيله يعني ايه انه تصوير الفالف بالفلوروسكوبي بيبقى يعني موضوع برضو بياخد ثواني وبيخلص لنا مشكله كبيره. عايز اوريكم منظر كده. اي هوب ان السكرين شير ده شغال. بص يا دكتور، ده ميكانيكال ميترال فالف باي ليفلت فالف زي ما حضراتكم شايفين كده، الاثنين ليفلتس بيتحركوا، وده احنا بننيم العيان على سرير القسطره وبنصور بس فلورو. الفلورو للناس اللي مش عارفه يعني ايه فلورو، اكنه يعتبره لايف اكس راي، اكس راي بس لايف. فاظن واضح جدا المنظر، صح الكلام؟ طيب لكن بقى تعالى اوريك منظر تاني. انا بس يعني ايه عشان ما اقعدش اتوه في الكيسز اللي عندي على الجهاز، انا هجيب لكم بسرعه حاجات من على اليوتيوب عشان ما نقعدش نتوه، لان انا عندي حالات هنقعد نحتاس فيها كتير قوي. انما بص بقى على الفلوروسكوبي بتاع ستاك فالف. شوفوا هنا كده يا دكاترة، شايف المنظر؟ في ثواني خدنا قرار، في ثواني. الليفلت دي واضح انها مش بتتحرك، الليفلت دي موبايل صحيح لكن التانية مش بتتحرك. بص المنظر، دي ستاك اهي قدام عينينا، التانية موبايل. كونها موبايل ده هيديك صوت بس، يعني هتسمع بالسماعة فيه صوت بس، هتيجي تقيس بريشر جريدينت هتلاقي عالي، وقد يكون فيها كمان ريجيرش، صح؟ تعالى أوريك الناس اللي كانت بتسأل على بارا فالفولار ليك. انا عايز اجري على طول على الايكو ايمج.
أظن واضح جدا يا جماعة هنا الصمام في المنطقة دي، والبلاد معدي من خلال الصمام، لكن إيه المنظر ده؟ بص بص بص، إيه المنظر ده؟ بصوا على الفريم ده كده، إيه المنظر ده؟ شايف معدي منين؟ من ما بين الصمام والوول، وبالتبعية ده نقدر نسميه بارافالفلر ليك. طبعا البارافالفلر ليك بالمنظر ده ما يتسكتش عليه خالص يعني. وزي ما اتفقنا الترانس اوسوفيجيال دايما حل موجود، ودايما لا تتردد في انك يعني تاخد صور بالترانس اوسوفيجيال، تحول العيان ترانس اوسوفيجيال وهكذا. طيب أظن الموضوع كده يعني، أتمنى إن إحنا نكون غطيناه بشكل شامل. في أي حاجة تانية يا جماعة في الموضوع ده محتاجين نناقشها؟ في أي حد ingredient increase trans mechanical valve up to in pregnancy due to volume overload. دكتور سيد جبران بيسأل على في البريجنانسي. بص بقى دكتور سيد، انا يعني انا شفت حاله قريبه جدا للي حضرتك بتحكي عليه ده. انتوا عارفين طبعا يا جماعه في حالات البريجنانسي بيبقى في معاهم فوليوم اوفرلود، صح؟ وبالتبعيه وارد جدا ان البريشر جريدينتس تزيد شويه على الصمامات. بس لو هو ميكانيكال بروسيسز يا دكتور سيد ما يوصلش ابدا للارقام المخيفه اللي حضرتك كاتبها دي. 19 ده رقم كبير قوي. الناس اللي كانت بتسأل على الأرقام تاني، قلنا يا جماعة الأرقام سهلة جدا، المايترال فالف من 5 ل 10، والأورتيك فالف من 20 ل 40، وأنا بتكلم طبعا على الأرقام بتاعة مين؟ البريشر جريدينت على هذه الصمامات. المايترال فالف من 5 ل 10 مليمترز ميركري، ده كده مودريت ستينوزس. الأورتيك فالف من 20 ل 40، ده كده مودريت ستينوزس، من 20 ل 40 مليمترز ميركري طبعا، صح؟ فاذا المفروض ان المايترال اصلا طالما ميكانيكال فالف لا تنتظر الى 10، يعني عند 7 8 ابدا اقلق وابدا اعمل ترانس اوسوفيجيال. 9 10 ده رقم كبير، اكتر من كده طبعا لا، اكتر من كده يبقى موستلي القصه تعدت حدود ان هو يبقى مجرد فوليوم اوفرلود. حضرتك بتتكلم على حاله 19 مليمترز ميركري، فرقم كبير. ما شوف يعني، ما عمري ما شفت رقم ده نورمال حتى في حاله بريجننت. وللاسف الشديد احنا شفنا حالات بقى دكتور يعني كانت مقاس يعني، فاهم اللي هو يتعمل ريدو اثناء البريجننسي وبعد كده يحصل ابورشن وقصص كده شفناها يعني. فطبعا انه العيان يبقى من الاول واخد باله ومنظم اموره وماشي على العلاج بتاعه. وطبعا الانتي كواجيليشن كمان في البريجننسي قصه، طالما مركبه ميكانيكال فالف وهي بريجننت فالانتي كواجيليشن قصه يعني، برضه التعامل معاها محتاج ايه؟ كلوز فولو اب وكلوز مونيتورنج وهكذا وهكذا. يعني صحيح مش دي قصه طوارئ، صحيح في الطوارئ انت مش قصتك انه العيان، انما اللي هيفرق معاك ايه؟ اللي هيفرق معاك ان العيان جالك في الطوارئ بالمنظر ده، لا ابدا بقى شوف له الاي ان ار بتاعه عامل ازاي. لو هو على ماريفان، لو هو مش على ماريفان وماشي على نوفل انتي كواجلانس، بص على العيان بايكو وشوف ايه القصه. المين بريشر جريدينت طلع 19، رقم كبير ما يتعداش، ما يتعداش خالص يعني. ما اظنش ان يعني اوفرلود ديو تو بريجنانسي يوصلنا للارقام دي ابدا يا دكتور. اي حد عنده اي اسئله، اي حاجه مش واضحه في الليكتشر الصغيره اللي قلناها دي يا جماعه؟ يا دكتور معتز، النواكس دلوقتي كان بيوزد فور ميكانيكال فالفز. الكلام ده لو كنت حضرتك سالتني فيه يمكن من 3 شهور كنت قلت لك ازاي؟ لا ما تمشيش الماريفان، فقط الماريفان يعني. انما الجايد لاينز اتغيرت من وقت قريب ورحمتنا، رحمتنا ورحمة العيانين، لأن بصراحة كان الماريفان قصة شديدة السخافة. ماريفان لو حد بياخد ماريفان وخد انالجيسك معاه الافيكاسي بتاعه يتغير.
مش عارف كل شويه خضار الافكاسي بتاعه يتغير. يعني كان عامل لنا مشاكل كتيره الماليفان. الحمد لله ان النوفل انتي كوجولانس دلوقتي كان بيوزد مع الميكانيكال فالفز، بقى فيه اناف داتا. وهو ده كان المشكله، انه كان يقول لك لو عيان مركب ميكانيكال فالف ما ينفعش معاه غير الماليفان، ولو عيان اي اف ومعاه ميكانيكال فالف لازم ايه الماريفان. دلوقتي اتغيرت، حتى العيان الاي اف اللي معاه ميكانيكال فالف ممكن تستعمل معاه النوفل انتي كواجلانس. فاهمني؟ يعني يقول لك النوفل انتي كواجلانس دلوقتي افضل من الماريفان، لان في الميكانيكال الماريفان الانتراكشنز بتاعته كتير. في الميكانيكال فالف يا دكتور ابروفد، ده لسه الكلام ده في اخر جايد لاينز من شهرين تقريبا او شهر ونص. بس احنا هنا في الحقيقه في السعوديه لسه ما بنسمعش عن الكلام ده يعني. بص عليها في الجايد لاينز الجديده اللي لسه نازله من شهرين، لسه جايد نازله من لاينز شهرين. اوروبيان ولا امريكان؟ اليوروبيان لسه نازله طازه من امبارح، في الفالف جايد لاينز اللي هتلاقيها في الفالفلر في الاي اف. في الاي اف، لكن في الميكانيكال فالف. ما هو كنا ده، خد بالك، ده كنا بنقول العيان الاي اف اللي مركب ميكانيكال فالف هتديله ايه؟ ماريفان. طب لو مارفان إيه؟ لو ايه في مش مركب ميكانيكال فالف، لا دي ممكن نواك عادي. المصطلح القديم اللي كنا بنسميه نون فالفنر، كنا نديله ايه؟ ممكن نواكس، صح كده؟ يعني تمام مين اللي كان محجمك ومكتفك عن انك تدي نواكس مع الاي اف؟ هو البروستيتيك فالف، وجود البروسيسز. تمام لو مفيش بروسيسز وحاله اي اف بس من غير بروسيسز، ادي نوفل انتي كواجلانس. طب تركب معاه بروسيسز، ما عادش نوفل انتي كواجلانس، بقينا مضطرين للماريفان، صح الكلام؟ ايوه دي اللي اقصده. ايوه انا فهمتها عكس يعني، ان هو قلت ما ممكن نعطيه في الميكانيكال دي كانت حاجه تبقى عظيمه بقى. ده خلاص قال لك بقى. اصل هو ايه اللي كان مخلي النوفل انتي كواجلانس لا تستعمل؟ ايه اللي كان مخليها في القصه دي؟ بس وجود ايه؟ نو اناف داتا، يعني ما كانش لسه فيه. يعني معلش بدر حضرتك لغايه دلوقتي، انا بس عاوز افهمها، الميكانيكال فالف كان ويجف نواك؟ يس. لو عايزني، لو الجايد لاينز مش تحت ايدك، انا ممكن ابعت لك الجايد لاينز الاخرانيه على الجروب. يعني الجروب اللي ليه تريننج عامله فيه التجمع المحترم ده، ممكن ابعت لحضراتكم الجايد لاينز الاخيره يا عليه. ريت حضرتك، يا ريت حضرتك، يا ريت. يعني علي انا اول مره احضر حضرتك، بس ما شاء الله عليك يعني. الله يكرمك يا رب. تسلم يا دكتور شرف، ده الله انا يكرمك، ليا شرف ان حضرتك تسمعنا، ولينا الله شرف ان يكرمك. نكون في الدنيا. لا ابدا حضرتك عظيم والله في الله يكرمك يا القبيل. جدعان، عفوا. ايفن المايتر، تخيلي بقى دكتوره غاده، ايفن المايتر. فهو بصراحه بقى موضوع مريح، مريح جدا، ان انت يعني ما عدتش بقى محتاج تدي انتي كواجيليشن بالماريفان، وتفضل بقى تعمل الاي ان ار كل مش عارف اسبوع. والقصه دي الحمد لله بقى في ليها حل. يعني مشكلته طبعا اللي بتواجهنا ان هو غالي، وبعض وبالتبعيه بعض الجهات التامينيه ما بترضاش بيه، بعض المرضى بيستغلوه. انما لو هنتكلم على ساينس بغض النظر عن البعد الاقتصادي، فلا الحمد لله قبلت. يعني حاضر يا دكتورة. تمام، ميكانيكا حالا حالا يا دكتورة، هاري لحضرتك. اجيب بس فيديو عشان الدكتور عايزه تشوف الديليسنس والايه والروكينج موفمنت، فبقى ثواني بس بدور لها على فيديو. المشكله ان انا عندي يعني حالات كتير قوي، فمش عايز ادخل فيها، لان لو دخلنا في الحالات المتسجله عندي مش هنخلص، هنتوه جواها.
مش شايفين السكرين شير صح؟ شايف يا دكتور المنظر؟ شايفين يا دكاتره المنظر بتاع ديهيسنت فالف؟ بص المنظر طبعا اللمعان الشديد اللي انا ده طبعا ترانس اوسوفجيال ايمجنج اوف ذا ميترال فالف، ده ليفت اتريوم وده ليفت فنتركل كويس. اظن شايفين هنا الميكانيكال بروسيسز وقد ايه عامله لمعان شديد حواليها، ده اللي بنسميه ريفربريشن ارتيفاكت. شايفين؟ شايفين الفالف سايب مكانه، ماسك من جنب وسايب من الجنب التاني، شايفين ازاي؟ باينه خالص في الترانس اوسوفجيال. طبعا في الترانس ثراسك ممكن تبقى كونفيوزنج شويه، انما في الترانس اوسوفجيال الموضوع بيبقى يعني ايه اوضح بكتير جدا جدا جدا. نرجع للاسئله بتاعه الزملاء. ثرومبولايسيس في الاستاك فالف موضوع يا دكتور، بص يعني لو هو العيان بقى احنا بنتكلم وصل اللي هو انستيبل ماشي كويس في تشفين، في تشفين حاجة زي ماشي الابلكيشن بيتكلم على الابلكيشن طيب بيقول لا طيب يبقى اذا يا جماعه معلش سوري كنت بقول ايه معلش حقك عليا. ثرومبولايسيس الاستاك فالف، ثرومبولايسيس ان ستاك فالف او الفايبرينوليتكس ان ستاك فالف قصه يعني بصراحه السكسس ريت بتاعها مش احسن حاجه، وبتتاخد بقى لو العيان انستيبل وقص والجراحه مش افيلبل تحت ايدينا، فممكن ساعتها كلايف سيفنج بتتجرب يعني. مكتوب عنها كلام حتى في الـ يعني في الجايد لاينز كده على استحياء يعني ان الفايبرينوليسيس بس ان انستيبل بيشنت انها يعني مايت بي يوزد وبتاع. انا ما شفت لهاش سكسس ريت كويس بصراحه، لو حد منكم اتعامل بيها وشاف لها سكسس ريت حلو او شاف حالات عدت منها باوت كام كويس يعني يقول لنا، انما حضرتك يا دكتور. last week I used in here in مدينة كاردك سنتر for a young lady 31 كانت high risk for redo تمام and I have the images. لو حضرتك تعطيني رقم حضرتك هبعت لك الصور جميلة جدا. يا ريت. وكانت stuck valve in mitral position، كان gradient reaching about 29. استخدمنا thrombotic therapy for 4 days، جريدينت نزل في اول يوم لغايه 9 واستمرنا بيه 4 ايام، وصل جريدينت 6 وبال 3 دي اوبند موفنج واو الليفلت وبقى تمام. ما شاء الله ما شاء الله. وكانت حاله جميله فعلا يعني، لان كانت البنت هاي ريسك، كانت انديستيجنال ديزيز والرايت فنتركل كان امبيرد، فالجراحين كانوا افريد تو جو تو ريدو، فاستخدمنا الثرومبوتيك ثيرابي يعني اندر فورس، وفعلا جاب نتيجه جميله جدا 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 يعني بصراحه يعني حاجه مبهره. طبعا لان دي ده تسلم ايديكم، تسلم ايديكم، ودي حاله احتفظ بيها الله لانها يكرمك من النوادر ان الله حاله يكرمك. دي لو حضرتك تتعرف. بس تبعت لي الواتس وابعت لك الصور جميله طبعا قوي يعني. طبعا طبعا طبعا. انا كده كده هبعت لحضراتكم الحاجات اللي اتفقنا عليها دي ان شاء الله على الواتساب، وان شاء الله هبعت لحضرتك على طول يا دكتور. انتظر الداتا بتاعت الحاله دي لانها بصراحه حاله انترستنج جدا انك حاله تعدي بالكرايتيريا دي. تسلم ايديكم بصراحه. على خير إن شاء الله. أشكركم شكر جزيل جدا 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 يا دكاترة، وعذرا لو طولنا عليكم شوية، وعذرا لو تأخرنا عليكم شوية في البداية لأن كان في عندنا شوية تكنيكال بروبلمز كده، فيعني عطلتنا شوية في الأول، ويا رب شكرا إن شاء شكرا الله بإذن شكرا الله نتقابل تاني في ليكتشرز تانية. يعني أظن إن إحنا الحمد لله يعني مخلصين تقريبا في ميعاد ريزنبل. أنا كنت وعدتكم إن إحنا مش هنطول قوي، الحمد لله برضو يعني خلصنا في ميعاد أكسبتد، إحنا كنا كده كده ميعادنا 7، فالحمد لله ما تخطيناش الساعة 7، ويا رب تبقى المحاضرة كان دمها خفيف ومفيد عليكم. وطبعا أنا بشكر شركة ليب تريننج على إنها قدمت لنا يعني إيه التجمع الحلو ده. أنا أول واحد استفدت، واستفدت بمعرفة حضراتكم، واستفدت يعني اتشرفت إن أنا
في زملاء جداد شفتهم وتعرفت عليهم واستفدت حالة، الدكتور هيبعتها لي الحالة دي، انترستنج جدا بصراحة. و شكرا جزيلا دكتور، شكرا جزيلا. يا دكتور تسلم، وان شاء الله ربنا يديم حبال المواد ده، يمكن ربنا يكرم كده والشركة يعني ايه تعمل ايفنتس تانية وتعمل بعض الليكتشرز التانية، وهتلاقونا ان شاء الله مع بعض دايما على تواصل يعني. اشكركم شكر جزيل، وعذرا لو في اي حد انا يعني كلمت في حاجة مثلا كانت مش واضحة قوي او غامضة قوي، انا حاولت بقدر المستطاع نوضح الدنيا. ستيل انت يعني ايه حطينا على التراك، اقرا بقى يعني، انا بجيب لك حاجات من على اليوتيوب كمان، كنت بوريك فيديوهات من على اليوتيوب مش من على بلاتفورم معينة، فانت كمان لو دخلت انت اونلاين شوية واديت شوية وقت، قريت من الجايد لاينز دي، قريت من الكتاب ده، قريت من ال من او شفت الفيديو ده، هتلاقي الموضوع الفكرة بتوضح في ذهنك بشكل واضح يعني. ميرسي جدا يا دكاترة، واشكركم شكر جزيل، ويعني اشوفكم على خير بقى ان شاء الله في ايفنتس تانية، وربنا يديم المعروف ان شاء الله. متشكرين جدا يا جماعة.